طيب تمام، شكرا. معلش احنا عندنا المغرب بيأذن 9 ل 8 دقايق تقريبا، فيا دوبك بقى قبل ما صلينا عمل. فان شاء الله هنكمل بقى النهارده المحاضرات بتاعتنا عن البروجكت مانجمنت والليدرشيب. وفي الحقيقه انا مركز خالص ان احاول على قد ما اقدر في ال4 محاضرات، لان هم 4 محاضرات قليلين، ان انا انقل لكم حاجه ليها علاقه بالبيزكس وشويه الحاجات اللي هي يمكن ما تسمعهاش في حته تانية اكتر من ان انا ابدا اسرد، لان البي ام بي ممكن يبقى ليه كورس لوحده ان شاء الله ممكن نظبطه، يعني كبروجكت مانجمنت بروفيشنال سيرتيفيكيشن او ك يعني كورس متكامل ممكن نبقى يبقى ليها. فانا مش ده اللي انا هركز فيه ان شاء الله في ال4 محاضرات دول، لان انا لما جيت ظبطت البرزنتيشن لقيت ان انا صعب ان احنا نعملها زي كورس مانجمنت، مش هتقضي ال4 محاضرات. فزي ما ظبطت كده حطيت لكم الحاجات اللي هي زي ما قلت لك كده هتبقى مفيده في ان انت تطلع بحاجه فعلا فاليو مش هتعرف تحصلها في حته تانية، مش هتعرف تحصلها مثلا في فيديو في يوتيوب ولا في بسهوله يعني. فهنكمل النهارده وهشرح لكم، هبدا ب كلمه ميثودولوجي. ميثودولوجي يعني ايه؟ ميثودولوجي يعني منهجيه. فأنا عايز ابقى عندي منهجيه. يعني ايه عندي منهجيه؟ يعني عندي سيستم شغال فيه من A to Z بيبدأ يحرك الدنيا بشكل سليم. طب هل ده مهم؟ هل ده مفيد؟ طيب تعالى كده هقول لكم حاجة مهمة جدا، وهقول لكم ليه بقولها عشان برضو ما حدش يقول احنا مش عايزين نقعد نسمع حكاوي. لا، في حاجة مهمة جدا في العلم اسمها الدرايفرز. الدرايفرز يعني ايه؟ درايفرز المحفزات. يعني انا ايه اللي يخليني اقعد اعمل حاجه؟ ممكن واحد يكلمني عنها، لا انا عايز حافز يقول لي ان الكلام ده مهم، فعلا الكلام ده محتاج ان انا اقعد اضيع وقتي واسمعه. لا ده مش هيبقى تضييع وقت بقى، لا ده هيبقى علم مفيد، هيبقى فيه فاليو. فدي اسمها درايفرز. فانا هقول لكم شويه درايف، يعني طول ما انا شغال معاكم هبدا احكي لكم شويه قصص. القصص ديت هي اللي هتعمل لك الدرايفرز، هي اللي هتزقك ان فعلا الكلام ده مفيد والكلام ده مهم والكلام ده فعلا مش زي بعض الناس يقول لك يا عم الكلام ده ضاع وقت. لا تعال نشوف ايه الدرايفرز. هو ايه الفرق مثلا بمطعم المعلم حماده وماكدونالد مثلا او بيتزا هات او وات ايفر الماركات ديت؟ ايه الفرق؟ ما ده مطعم وده مطعم. من ضمن الفروق الرئيسيه على فكره ان ده عنده سيستم، ده عنده سيستم. يعني لما تيجي تقول للحاج حماده ده انا عايز افتح فرع لمطعمك يقول لك يا عم تروح تفتح انا مالي. لكن لما تروح مثلا لبيتزا هات تقول لهم انا عايز افتح فرع البيتزا هات يقول لك لا انت لازم تاخد فرانشايز. ويعني ايه يا عم فرانشايز ده؟ يقول لك يعني ده انت عندي حقوق عشان تبدا تستخدم الماركه بتاعتي دي. تروح لماكدونالد تقول لهم يا جماعه انا عايز افتح فرع ماكدونالدز في الاخر يقول لك لا استنى انت لازم تدفع لنا 100,000 دولار تقريبا، الارقام دي كمان زادت دلوقتي او 200,000 دولار ممكن دلوقتي، وتدينا دي لويالتي فيه وتدينا كل على المبيعات بتاعتك نسبه 12% ومش عارف لازم ايه يا جماعه ليه؟ يمكن عشان حرف الام الاصفر الكبير ده؟ اكيد لا يعني. امال ايه يعني؟ ايوه ان الناس دي هيديك سيستم. بص كده باعلك ايه؟ باعلك بالملايين دي ايه؟ باعلك سيستم، باعلك الكلام اللي احنا دلوقتي بنحاول نشوف هو مهم ليه؟ لانه ايكوال فاليو، اللي هو باعلك ميثودولوجي. يعني ايه باعلك سيستم؟ يعني ايه باعلك ميثودولوجي؟ يعني انت لما تخش مثلا تاكل في ماكدونالدز، عمرك شفت الراجل اللي بيبيع البطاطس مثلا بيقعد يدقها؟ لا. طب ليه؟ انت المفروض تدقها تشوفها مملحه؟ لا، لان هو في بروسس. شوف حتى الادق الحاجات، الادق هنملح البطاطس، كل حاجه فيها بروسس، كل حاجه فيها سيستم، كل حاجه فيها. فتلاقي الدنيا ماشيه بطريقه بتطلع نتائج ما ينفعش يطلعها بقى الحاج حماده، مع احترامي ليه، مهما كان شاطر مش هيعرف. ليه؟ الحاجات دي ما بتطلعش الا من البروسس. لما تيجي تشوف وكاله ناسا تطلع الفضاء وبتطلع مش عارف ايه وبتكتشف ايه، اكيد لازم يكون عندها سيستم وعندها بروسس، لان اي غلطه هتكلف كتير جدا، ممكن تكلف ارواح وممكن تكلف
ماني. فبالتالي البروسيس ديت حاجه يا جماعه خطيره جدا. فايه الميثودولوجي باختصار؟ هي بقى السيستم والبروسيس والحاجات اللي انا هشتغل بيها وتخليني امشي صح واعمل الشغل صح. كده كده ايه مقدمه ظريفه كده عشان تديك درايفر تحس ان الكلام اللي انا هقوله ده كلام فعلا مهم. طيب الميثودولوجي ديت بتمر بمجموعه من المراحل عشان تستوي وعشان تبقى كويسه. اول مرحله في الميثودولوجي اللي هي المنهجيه اللي هي السيستم اللي هي البروسيس اللي هي الكلام شويه الكلام اللي انا اتكلمت عليهم دول وهنتكلم عليهم اكتر. بتبدا اول حاجه بمرحله اسمها مرحله البريبريشن. تمام يا جماعه انا بقول لكم والله كلام يا جماعه ليه ما حدش بيقوله؟ لانه كلام مش مكتوب في كتب قوي. ده الكلام ده شغلنا بقى يعني ده الشغل اللي احنا بنعمله كناس شغالين في المانجمنت شغالين في بيزنس المانجمنت. انا بقول لك شغلي بقى اللي هو بيتعمل ازاي مش مجرد كلام مرصوص كده في ورق وكلام من لا ده كلام العيل البراكتيكال. عشان كده قلت لك من اول الكورس قلت لك تبقى فلايت جيرني ازاي تعمل الكلام ده براكتيكالي. فاحنا اول حاجه بنعملها بنبدا نعمل عمليه اسمها عمليه البريبريشن. احنا بنبدا نحضر ل عمل السيستم وعمل المنهجيه اللي هتبدا الشركه تشتغل عليها ولازم تكون براكتيكال مش كلام ولا كلام نظري ولا كلام ولا بيمبوك جايد ولا الكلام اللي انا اتشرف طبعا انا بدرسه وكلام عظيم بس مش كلام براكتيكال. ده كلام شويه عايز يتعمل له تيلرنج عايز يعمل له تفصيل. فانا بقول لك ازاي بقى بيتعمل التفصيلات دي. فبنعمل البريبريشن ديت وبعد كده بنبدا نعمل ايه في مرحله البريبريشن دي. قبل ما اعدي منها كده بعمل في مرحله البريبريشن دي ببدا اعرف الاورجانيزيشن ببدا اعمل حاجه اسمها الاز از. الاز از افتكر معايا او اكتب لان انا مش كاتب كل حاجه بصراحه فلو عايز تكتب براحتك او المحاضره متسجله لو عايز. المهم اول مرحله بعملها بعمل مرحله الاز از. ايه مرحله الاز از ديت؟ ان انا ببدا اشوف الناس ديت وضعها الحالي عامل ازاي. الشركه دي مهما كانت عم حماده ده ومطعمه بيعمل ايه دلوقتي؟ استاذ احمد وشركته بيعملوا ايه دلوقتي؟ مهندس كذا وشركه المقاولات بتاعته بيعملوا ايه؟ ايه اللي عندهم؟ ايه اللي ما عندهمش؟ ايه الوحش؟ ايه الصعوبات اللي بيقابلوها؟ ده اسمه الاز از. الاز از. طيب وبعدين ببدا انا بقى كراجل بتاع مانجمنت راجل بروفيشنال مانجمنت ببدا اكون حاجه اسمها التو بي. التو بي ده لماذا سيكون؟ احنا عايزين نوصل لفين؟ انا عايز اخد الطياره دي واروح بيها فين؟ اروح بيها القمر ولا اروح بيها بلد تانية ولا اروح بيها فلازم احط التو بي مع الناس اللي عايزه تعمل الشغل مش من مزاجي برضو. انا لازم اقعد معاهم واقول لهم انتوا عايزين توصلوا فين يا جماعه بالسيستم بتاعكم ده. فبنبدا نحط التو بي. طيب ما بين الاز از والتو بي في بحر. البحر ده لازم نعمل له حاجه اسمها الجاب اناليسيس. الجاب اناليسيس يبقى الجاب اناليسيس هو الفيصل او الفرق او اللي بيربط او الجاب اللي بتربط ما بين الاز از الوضع الحالي اللي عندي والتو بي الوضع اللي انا عايز اوصل له. طيب بعد ما احط التو بي ده ان شاء الله هيبقى يجي وقت نقعد نتكلم اكتر على التو بي ده شويه. ببدا بقى ابني الكلام ده وانا ببني بمر بثلاث مراحل. ثلاث مراحل. اول مرحله اسمها سيستم ديفلوبمنت. سيستم ديفلوبمنت. السيستم ديفلوبمنت يعني ايه؟ يعني ان انا هبدا ابني السيستم هبني السيستم على الورق او على الكمبيوتر. يعني مش لازم يعني يكون قصدي يعني ورق اكتب بايدي يعني ممكن اكتب على الوورد على الاكسل كل ده سيستم ديفلوبمنت. يعني اعمل ايه على الورق؟ هقول لك بعد شويه. يعني ده اول خطوه اسمها سيستم ديفلوبمنت. تمام. بعد ما ابني السيستم على الورق ببدا اعمل حاجه اسمها سيستم امبلمنتيشن. المصطلحات دي مهمه جدا اكتبها معايا معناها ايه عشان لو اشتغلت في المجال ده مش حلو خالص ان انت تقعد تقول المصطلحات دي وتدخلها في بعضها لان كتير قوي من السوق في السوق وحتى والله شركات كبيره بنسمع فيها يعني بتلاقي فيها عندهم اخطاء وكونفيوجن ما بين المصطلحات وتعريفها المظبوط لان هم كترجمه عربي ممكن تلاقيهم قريبين من بعض لكن هم كمعنى يبقى ليهم معنى مختلف. فسيستم امبلمنتيشن معناها ايه؟ معناها ان انا بقى هبدا اطبق السيستم اللي انا عملت له ديفلوبمنت على البروجكتس. هو ده السيستم امبلمنتيشن. يعني عايز اطبق السيستم
يبقى انا لو انا جيت بعمل سيستم، ده اسمه سيستم ديفلوبمنت، بس حبر على ورق، حبر على ورق مهم طبعا، ومش هينفع يتعمل امبلمنتيشن الا بيه، بس في الاخر هو لو هو فول ستوب حبر على ورق، لا لازم نيجي نعمل له امبلمنتيشن. هديك مثال بسيط قوي عشان عارف ممكن لبعضنا، انا مش عارف طبعا، مش قادر اشوف كل الاودينس ايه الباك جراوند بتاعتهم، لكن هقول لكم، هبدا من امثله بسيطه وصعبه شويه. هقول لك مثال بسيط جدا، لما تيجي مثلا عندك شركه وعايز تطلع فاتوره، تمام؟ ف ممكن واحد يقول لك انا هبدا اعمل ديزاين للفاتوره بتاعتي، يبقى ده كده بيعمل سيستم ديفلوبمنت، بيحط منظر للفاتوره، ديزاين للفاتوره، اللوجو على الفاتوره، اللون على، حط اللي انت عايزه، ده كله ديفلوبمنت. لما تيجي بقى تملى الفاتوره، تملى الفاتوره عشان تبدا تدفعها، دي اسمها سيستم امبلمنتيشن. واخدين بالكم؟ يبقى كده عندنا معنى كلمه سيستم ديفلوبمنت، وعندنا يعني ايه سيستم امبلمنتيشن. لما تيجي تحط لي مثلا البروسيس اللي انت هتمشي عليها، دي سيستم ديفلوبمنت. لما تيجي تطبق وتشتغل على البروسيس، دي اسمها سيستم امبلمنتيشن. طب كده خلصنا؟ لا، في كمان مرحله، لو عايز تعمل مور امبروفمنت ممكن تعمل حاجه بنسميها سيستم اوتوميشن. سيستم اوتوميشن، ايه هي السيستم اوتوميشن بقى؟ هي ان انت تاخد السيستم بتاعك اللي انت عملت له ديفلوبمنت وتبدا تعمل له ادمتة او اوتوميشن، او تبدا تخلي فيه سوفت ويرز يبداوا يعملوا لك الورك فلو والبروسيس بتاعتك، بحيث يبقى مور فليكسيبل اند مور باورفول اند مور سمارتر از ويل. يبقى احنا عندنا ده هو اسمه الاوتوميشن، تمام؟ فالاوتوميشن هنا ان انت تبدا تستخدم بقى برامج متخصصه او تستخدم مبرمجين يعملوا لك الاوتوميشن ده. طبعا في برامج مشهوره جدا بتساعدك في عمل الاوتوميشن، لكن خلي بالك، يبقى بيضحك عليك اللي يقول لك في حاجات جاهزه بتعمل اوتوميشن وتشتريها، مفيش حاجه اسمها كده، لازم تعمل لها كاستمايزيشن والا هتبقى بتعك يعني. ليه؟ لان كل البرامج اللي بتعمل اوتوميشن بتبقى يعني مبنيه على فكر معين، لازم يتعمل له كاستمايزيشن، يتعمل له تيلرنج، يعمل له تفصيل على نوع البيزنس بتاعك وعلى الديفلوبمنت والامبلمنتيشن اللي مناسب للبيزنس بتاعك. من بعض البرامج اللي بتعمل بنعمل بيها اوتوميشن، تمام؟ في طبعا في امبريلا للاوتوميشن وفي برامج داخليه للاوتوميشن. يعني ايه؟ يعني مثلا في برنامج اسمه الاس اي بي، ساب مشهور، مش الساب اللي بتاع الاستراكشر، لو حد مهندس مدني او معماري ممكن يكون سمع عن برنامج الساب، لا مش ده قصدي عليه، ده برنامج تاني خالص او سوفت وير تاني خالص اسمه الاس اي بي. الاس اي بي ده احد الامبريلاز اللي بتعمل اوتوميشن. في حاجه اسمها الماكسيمو برضو بيعمل اوتوميشن. في مايكروسوفت واوراكل منزلين سيستمز للاوتوميشن. في بعد كده بقى جوه الامبريلا بتاعت الاوتوميشن ده بيجي بقى برامج مساعده بتساعدك على الاوتوميشن، زي مثلا البرامج بتاعت اوراكل اللي علاقه بالمانجمنت زي البريمافيرا مثلا، مايكروسوفت منزله مايكروسوفت بروجكت. في عندك مثلا في حاجه اسمها البريمافيرا كونتراكت مانجر اللي هي دلوقتي اتطورت وبقت اسمها يونيفاير، بقت اسمها يونيفاير. ده برضو ناس كتير جدا ما تعرفش المعلومه ديت، لسه لغايه دلوقتي ناس بتقول لي عايزين ناخد كورس بريمافيرا كونتراكت مانجمنت. طبعا الموضوع دلوقتي اتطور بقى اسمه بريمافيرا يونيفاير. في حاجه اسمها البرايم، في وحاجات كتير يعني. فده كله بيبقى عباره عن تولز، عباره عن ادوات هتستخدمها في عمل الاوتوميشن، تمام؟ طيب يبقى احنا كده عندنا اربع مراحل، مرحله البريبريشن ومرحله الديفلوبمنت ومرحله الامبلمنتيشن ومرحله الاوتوميشن. طيب تعالوا بقى نخش على مرحله الديفلوبمنت. مرحله الديفلوبمنت ديت انا هطلع منها بايه؟ مهم جدا. انا دلوقتي لو انا باجي اعمل شغل، لو مش عارف هطلع بايه منه، انا ماشي كده في حرسات يعني، لازم اكون عارف انا رايح فين. يعني دايما بدي المثال بتاع تايجر وود، اكيد عارفين تايجر وود اللي هو اللاعب المشهور بتاع الجولف. تايجر وود لما بيجي يلعب كره الجولف بيبص الاول على الهول اللي هو هيرمي فيها الكوره، وبعدين يبدا يبص على الكوره ويبدا يركز ويشوف هيضربها ازاي عشان تروح في الهول. فلازم اكون عارف انا هوصل ازاي للهدف بتاعي. ففين الهدف؟ لازم اكون عارف الهدف.
حلو كده. وده كلمتكم في المحاضرة اللي فاتت لما كلمتكم على 7 هابتس، وقلت لك ستارت وذ اند ان مايند، فاكرين؟ فهنا نفس الكلام، انا عايز اعرف ايه الاند اوف مايند. اند اوف مايند للميثودولوجي ديفلوبمنت. الاند اوف مايند في الميثودولوجي ديفلوبمنت هو اللي انا كاتبهم دلوقتي على الشاشه. عندنا 1 2 3 4 5 6، 6 حاجات عايزين نطلع بيهم من مرحله السيستم ديفلوبمنت. اول حاجه عايزين نطلع بيها لما باجي اعمل ديفلوبمنتس، ان انا عايز اعمل بروسيجرز. عايز اعمل بروسيجرز. يعني ايه بروسيجرز؟ البروسيجرز ديت اللي انا بكتب فيها انا عايز اعمل ايه. زي كده بتاع الراجل بتاع ماكدونالدز كده، هيكتب ان البطاطس بتتحط لمده كام ثانيه في درجه حراره قد كده، ويتحط عليها كام رشه ملح، والمقادير بتاعتك هتتحط في بروسيجرز. وطبعا البروسيجرز ديت بيبقى فيها اجابات على اسئله كتيره جدا. طيب دي اول حاجه بعملها، بس طبقا للايزو الجديد اخر فيرجن في الايزو بداوا يقول لك انت ممكن تستغنى عن البروسيجرز. انا شخصيا بدات في يعني من سنه 2018، اخر 2018 بدات اقلل في موضوع البروسيجرز ديت، لان انا فعلا انا مقتنع مع الايزو ان هي ممكن تكون مش بقتش مفيده قوي زي زمان. خلاص. طيب رقم 2 واهم حاجه في الموضوع كله اللي هي البروسيس فلو. ايه بقى البروسيس فلو ده؟ ده هو ده قلب الميثودولوجي، عقل الميثودولوجي المنهجيه. العقل بتاعها هو البروسيس فلو ده. ليه؟ البروسيس فلو ده اللي بيوريني انا هعمل البروسيس دي ازاي. انا هعمل البروسيس دي ازاي. خلي بالك انت عايز تعمل شغل بقى بروفيشنال، ما تقولش لا يا عم انا عارف والعلم في الراس مش في الكراس، والناس لا لا خالص ارمي الكلام ده كله في الزباله، انا لازم احط كل الكلام على الورق. فلازم اكون عارف انا بعمل الشغل ازاي عشان اعمل ستاندردايزيشن للشغل اللي بيحصل عندي في المؤسسه. تمام. طبعا لو جه وقت ان شاء الله هحكي لكم قصص خطيره جدا على الستاندردايزيشن وازاي بتوفر وقت وفلوس كتيره جدا، فمهم قوي. فاذا لازم اوحد طريقه الشغل، فلازم اعمل بروسيس فلو، لازم احط احنا هنعمل ايه، الخطوه الجايه اللي بعديها هنعمل ايه، عشان ما حدش بقى يقول لك لا اصلا ما كنتش عارف، اصل طب ايه، طب مين قال، لا لا كل الكلام بقى الكلام الفاضي ده اللي هو مش بروفيشنال، مش عايزين يتعمل. فبنحط بروسيس فلو، بنحدد فيها اللوجيك بتاع كل المنطق اللي ورا البروسيس بتاعتي. تمام. يبقى كده ايه دي المرحله الثانيه، البروسيس فلو في مرحله الديفلوبمنت. الحاجة التالتة إن لازم أحط الفورمز اللي أنا هستخدمها. زي كده ما قلت لك إحنا عايزين المثال البسيط قوي فاتورة، فعايز أعمل فورمة للفاتورة، أبقى محدد فورمة للفاتورة اللي أنا هملاها. تمام. كل حاجة هملاها أعمل لها فورمة أحطها، كليم بقى تعمل له فورمة، الانبوتس بتاعت البرنامج الزمني تعمل لها فورمة، الورك بريك داون ستراكشر تعمل له فورمة، الكوميونيكيشن بلان تعمل له فورمة، هكذا بقى. نتكلم على الكلام ده ان شاء الله بعدين، بس قصدي ان كل حاجه هيبقى ليها فورم موجوده ومعمول لها ديزاين ومعمول لها لونها بقى وتحط عليها، المهم ظبط زي ما انت عاوز، المهم تعمل فورمه توفي الغرض بتاعك، كنتش فيها معلومات ملهاش لازمه. اوعى. ودي يعني من اخطر الحاجات اللي قابلتها لما جيت اشوف سيستمز معموله في بعض الشركات، والله شركات كبيره يعني، ببقى جايب شركه عملت له الموضوع عملته له كده اللي هو يعني بالمثل المصري كده كعور ود الاعور يعني. لا، الشغل عشان يتعمل مظبوط لازم تعمل له فعلا تيلرنج، عشان البدله تبقى مظبوطه عليك ولا الجلابيه ولا الفستان ولا الوات ايفر بقى، عشان تبقى مظبوطه عليك لازم الترزي ياخد باله من كل التفاصيل. انت لازم برضو وانت بتعمل سيستم ديفلوبمنت تاخد بالك من كل التفاصيل، المؤسسه دي عايزه ايه، مش عايزه ايه، المعلومه دي ليها لازمه ملهاش لازمه، لان اي حاجه هتحطها وهتخلي الناس تستراجل وهي بتملاها انت كده عطلت الناس على الفاضي. لا، حط الحاجات اللي ليها فايده وليها قيمه عشان نقدر نطلع بيها فاليو في الاخر، لان تاني انا في الاخر عايز اطلع بالكلام ده بفاليو، الا لو انا هضيع بيه وقتي واضيع الناس اللي معايا، لا انا ما مش هينفع. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده
بنيجي على حاجة اسمها اللوجز. ايه الفرق بين الفورمز واللوجز؟ دي برضو ناس بتلخبط حتة اللوجز دي جدا. اللوجز دي يا جماعة خطيرة جدا. هديك مثال، انا عندي فورما للفاريشن اوردر على سبيل المثال، ليس الحصر، عندي فورما للفاريشن اوردر. طيب لو قلت لك روح يا باشمهندس ولا وات ايفر وظيفتك يعني، روح هات لي الفاريشنز اللي حصلت في المشروع، تروح تجيب لي بقى خمس ست ملفات فيهم مثلا 200 فاريشن ونقعد؟ لا طبعا. امال ايه؟ لا، بتجيب لي اللوج. اللوج بقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن زي كده باختصار كده ملخص لكل الفاريشنز. لو انا طبعا بتكلم على الفاريشن لوجز، طبعا في لوجز، في الايش لوج، وفي كل حاجه ليها لوج، تمام. فاللوج ده بيبقى عباره عن ملخص للايتمز اللي انت عاملها، تمام. فبتبقى بسرعه جدا في وان تيبل شايف كل الفاريشنز اللي حصلت في المشروع، وكم ابروفد وكم بيندنج وكم اندر مش عارف ايه وكم بوتنشال وكم مش فمعلومات في ثواني بتطلعها من اللوجز. تقدر تعملها بقى فلتريشن، تقدر تتابع عليها، لكن ما يقدرش تتابع على الفورمز. واحد يقول لك طب ايه الفايده، ما هي موجوده المعلومات الفورم، ما تقدرش تعمل فولو اب على الفورمز. لازم يكون عندك لوجز. اللوجز ليها فايده والفورمز ليها فايده، الاثنين موجودين. طبعا عشان كده يا جماعه الاوتوميشن بقى بيفرق. الاوتوميشن بيريحك قوي في الكلام ده. يعني الاوتوميشن مش هتعمل لوجز وتعمل فورم، انت تعمل فورمز، والاوتوميشن لو معمول صح هو اللي بيطلع لك اللوجز اوتوماتيكالي، لان اللوجز مش معلومات جديده، دي معلومات متاخده من الفورمز بتاعتك، تمام. فاتمنى تكون وصلت اللوج. طبعا ان شاء الله في اخر المحاضره الاسئله، لو حد يا جماعه شايف ان في حته انا ما شرحتهاش بشكل مظبوط يسالني فيها، بس انا عايز ابقى في الوسط يعني، ولا يعني انزل قوي فبعض الناس تمل، ولا اعلى قوي وبعض الناس ما تبقاش عايزه، فانا بحاول ابقى في النص. فانا عارف ان بعضكم ممكن يبقى عنده شويه نولج على اللي انا بقوله، فمعلش يستحمل شويه، وبعضكم ممكن يحس ان هو الموضوع فممكن يستحمل بقى ويسالني ان شاء الله اشرحها له اكتر، بس انا عايز ابقى في النص شويه على قد ما اقدر. طيب ايه الديليفربلز اللي انا بطلعها تاني وانا بعمل ميثودولوجي ديفلوبمنت؟ الريبورتس، التقارير. لازم ابقى كل الشغل بتاعي عامل له تقارير واضحه فيها المحتوى اللي انا عايز اظهره للكلاينتس. عايز اطلع التقارير، عايز اعمل تقارير شكلها ايه، التقارير انواعها ايه، هطلع ستيتس ريبورتس زي مثلا الديلي بروجريس ريبورت والويكلي والمونثلي، عايز اعمل داشبورد، وان شاء الله ابقى اكلمكم على الداشبورد لان ده موضوع خطير جدا، يعني من الحاجات اللي ظهرت مؤخرا، مش مؤخرا يعني، يعني بقى لها سنين، بس يعني الحاجات الحديثة اللي بتستخدم لإظهار المعلومات للمانجمنت، وبتدي يعني صورة حلوة جدا على المشاريع اللي بتخليك تقدر تاخد قرارات بسرعة جدا من خلال وان لوك، يعني من غير ما تخش في تفاصيل كتير. فلازم تكون عامل تمبلتس للريبورتس دي، محضرها، طلع الريبورتات شكلها ايه واسمائها ايه وهطلعها امتى وهطلع كل ده في الريبورتس. طيب حلو قوي، انا عملت كل الكلام ده، عايز بقى اعرف هو الكلام ده جاب نتيجه ولا اعرف منين. خلي بالك بقى الحته الاخيره دي كتير قوي ما بيعملوهاش، ودي ممكن تدمر لك الديفلوبمنت والمجهود الكبير اللي انت عملته، اللي هي بنسميها الكي بي اي او الكي performance indicators. الكي performance indicators، ايه هي الكي performance indicators ديت؟ الكي performance indicators اللي هي بتقول للناس اللي شغاله بالسيستمز ديت، انتوا يا جماعه شغالين صح ولا شغالين غلط، انتوا فعلا حققتوا اللي عليكم ولا ما حققتوش حاجه، انتوا عملتوا ولا ما عملتوا، انت شاطر ولا انت ناجح ولا فاشل. ما مش بال مش بالكلام ومش بالحب ومش بال، لا، لازم بين عن طريق ال KPI. يعني لما انا اكون عندي مشروع والمشروع ده اقول لك يا شو انت متاخرين ليه، تقول لي والله احنا متاخرين، ونقعد نتخانق، لا انت متاخر، انت مش متاخر، ما فيش حاجه اسمها كده. لو عندي KPI مش هنتخانق الخناقه دي. في الفيديو المشهور بتاع مش عارف ده كان فيديو صح او غلط، بتاع مبيض محاره ومهندس بيستلم منه، اكيد كلكم اتفرجتوا عليه، ده كان عامل مش عارف كام مليون مشاهده. فكان طول الفيديو باشمهندس لا مش عجباني، مش هستلم، الحيطه مش عجباني، ليه يا باشمهندس؟ لغايه في الاخر المبيض محرم مسك المهندس ضربه. ممكن يكون تمثيليه طبعا، بس بغض النظر
الفيديو ده يبين عدم المهنيه في الشغل، حتى لو الفيديو حقيقي مفيش، يعني المشكله فيه ان مفيش مهنيه خالص، فيه مفيش حاجه اسمها ان الشغل مش عاجبني، مش حاجه اسمها، مفيش مهندس بيقول كده، مفيش حد بروفيشنال بيقول كده، لا انا عندي كي بي اي، عندي كي بيرفورمانس انديكيتورز، عندي ايرند فاليو اناليسيس، عندي الايرند بتاعي بيقول كذا، انت البروجريس بتاعك بيقول كذا، فعندي كي بي اي، هي دي اللي بتقول انا وحش ولا حلو، تقول لي احنا بنكسب ولا بنخسر، هي اللي، وهي دي اللي بتقول، مش انا ولا بمزاجي ولا انا شايفها كده ولا مش عاجب، لا لا خالص. فلازم تكون عندك كي بي اي، كي بيرفورمانس انديكيتورز محدده، يبقى جميل قوي. لو انت طلعت بس النهارده بالصفحه دي يا جماعه، انت كده طلعت بفاليو، انا بقول لك وانا عارف انا بقول ايه، يعني لو انت السلايد ديت كده طلعت من النهارده من المحاضره ديت بيها وفاهمها، ان شاء الله تكون طلعت بفاليو كبيره جدا بامانه. طيب تعالى بقى نشرحها اكتر. الكلام ده هيتعمل ازاي؟ عشان تعمل الكلام ده لازم تبني البروسيس بتاعتك اللي هتعمل لها الديليفرابلز ديت. يعني ايه؟ يعني لازم تحدد في شغلك ايه هي العمليات اللي انت ناوي تعملها، وتعمل تعمل لها بروسيجرز، وتعمل لها بروسيس فلو، وتعمل لها فورمز، وتعمل لها لوجز، وتعمل لها ريبورتس، وتعمل لها كي بي اي. ايه بقى الكلام الغريب ده؟ هو احنا مش بنعمل الكلام ده كله للمشروع؟ بس مش بنعمله مشروع كده يعني هيلا بيلا على بعض، لا، لازم اقسم المشروع بتاعي لمجموعه من العمليات، لازم اقسم المشروع بتاعي لمجموعه من العمليات اللي بنسميها البروسيس. والعمليات ديت، خلي بالك، العمليات ديت اللي هي مجموعه البروسيسز ديت، لازم تكون عارف ان هي هيتعمل لها لحد كبير برضو كاستمايزيشن، خلي بالك، لان برضو يعني دي حته، عشان انا بشرح للناس البي ام بي والبرنس 2 عشان الناس دي ما تتلخبطش، خلي بالك، البين بوك جايد اللي هو البروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج، اللي هو فيه منهجيه معتبره جدا للمانجمنت وبنرجع لها طبعا، برضه ما ينفعش تاخده كده تقول انا هشتغل بكتاب البين بوك جايد، ما كتاب البين بوك جايد ده فيه بروسيس وفيه، لا مش هينفع كده، لازم تاني، لازم تبدا تعمل تيلرنج، لازم تعمل كاستمايزيشن، لازم تعرف انت هتعمل ايه من الكتب ديت، عشان لما تيجي تعمله بقى في البيزنس ولا بقى ازاي تبقى براكتيكال، مش هتبقى الكلام النظري ده مش هينفع، ما بيشتغلش، محدش بيعرف يشتغل بيه، واللي يقول لك غير كده يبقى مش فاهم حاجه، لازم تعمل له كاستمايزيشن. حلو، هنعمل ايه بقى؟ تعال نشوف البين بوك جايد، طبعا ده مثال لازم يعني نحطه في اعتبارنا، فانا جبت مثال البين بوك جايد كمثال كويس لفهم الجزء اللي انا عايز اشرحه ده، اللي هو موضوع البروسيس. البين بوك جايد مشكورا عمل حاجه جميله جدا، قال لك انا هقسم العلوم اللي انا بعملها في البروجكتس، العلوم اللي انا بعملها في البروجكت ل10 علوم، تمام؟ ايه ده يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي بروجكت، عندي مشروع، عايز علم، عايز لازم يكون عندي علم، تمام؟ زي مثلا انا عايز اطلع رحله، فعايز يبقى عندي مثلا وانا هسوق عربيه يبقى عندي علم السواقه، اعرف اسوق عربيه، ما انت لو جيت تيجي تسوق عربيه ما لقيتش نفسك بتعرف مش هتعرف تطلع الرحله، فيبقى انت لازم يكون عندك علم. فهم لقوا ان في 10 علوم محتاجهم عشان تدير اي مشروع. حلو، العشر علوم دول ينفعوا لاي نوع من انواع المشاريع او معظم انواع المشاريع، المصطلح الصح اللي هم عدلوه في البين بوكس الحديثه، ان هم قالوا ايه؟ قالوا ان هم 10 علوم ينفع نستخدمهم في معظم المشاريع. حلو، لو انت شغال في الاي تي، تمام، هتلاقي العلوم دي مناسبه جدا، لو شغال في الكونستراكشن هتلاقيها برضو مناسبة جدا، بس محتاجة مجموعة علوم تانية. واحد يقول لك يا عم انت هتعدل على البيمبو جايد، لا هم نفسهم اللي قايلين كده مش انا، يعني هو نفس الجماعة بتوع البيمبو جايد هم اللي قايلين اللي انا بقوله لكم ده، ان البي ام اي عمل ادندم، عمل كتاب للبيمبو جايد ادندم ملحق يعني، وحط فيه العلوم اللي انا بقول لك عليها دي، حط فيه النولج ارياز دي، فيعني في نولج ارياز للكونستراكشن
مش موجوده في المجموعه اللي انا هقولها دلوقتي ده، مش عايز حد يبقى احنا يعني مغطيين الفكره كلها كفكره. انا اللي عايز اوصلكم يا جماعه في الاربع محاضرات الصغيرين اللي انا ان شاء الله دول الفكره، ولو خدت الفكره هتنطلق، هتنطلق جدا ان شاء الله. طيب ايه بقى العلوم اللي قالها البيمبو جايد؟ البيمبو جايد قال لك في علم اسمه علم السكوب مانجمنت، علم السكوب مانجمنت. انا عايز ادير مشروع، طب هدير مشروع ازاي وانا ما عنديش فكره هو السكوب ده بيتكون ازاي وبيتركب ازاي وبيتحط ازاي، لو انا يعني ما عنديش كل تفاصيله، ويتعمل له كنترول ازاي، وي مش عارف. فلازم نعمل علم اسمه علم السكوب مانجمنت. طيب ايه تاني؟ قال لك عندي علم اسمه علم السكادجول، انا دلوقتي هدير مشروع وعندي وقت زي ما شرحت لكم المره اللي فاتت تريبل كونسترينز. طب انا الوقت ده هديره ازاي؟ فلازم اعرف ازاي اكون ببني برنامج زمني، وازاي بحط الكريتيكال باث، وازاي بحدد الفلوت، وازاي بعمل كراش، وازاي بعمل حاجات بقى اللي هي التفاصيل دي ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم فيها في لو احنا هنتكلم على الكورس المنهجيه الكامله يعني. فازاي لما يحصل تاخير احلل التاخير اللي هو الديلي اناليسيس، ازاي اعمل اكستنشن اوف تايم يعني اعمل كليم للتاخيرات، ازاي اعمل كومبريشن للسكادجول، وهكذا. كل الكلام ده علم، علم علم ليه اصول، فالعلم ده سماه علم السكادجول مانجمنت. طيب الكوست، عندي مشروع دي ميزانيه، طب ازاي الميزانيه بتتعمل؟ مش عارف، يبقى انت كده ما عندكش العلم ده، يبقى لازم تعرف الميزانيه ازاي بتتعمل. طب الميزانيه بتتعمل عن طريق حاجه اسمها التسعير، الكوست استيميشن. طب بتعرف تعمل تسعير؟ لا. طب يبقى انت عايز علم اسمه علم التسعير، علم الكوست استيميشن، وبعدين علم البادجيتنج. طب انا عملت ميزانيه اعمل لها كنترول ازاي؟ يبقى في علم اسمه كوست كنترول. فكل دي محتاجها، محتاج ده تعمله جوه العلم اللي اسمه علم الكوست مانجمنت. طيب كواليتي، كواليتي كنترول، كواليتي اشورنس، كواليتي بلان، كواليتي مانوال، الحاجات دي كلها عايز اعملها. طب ما انا محتاج علم يقول لي يعني ايه كواليتي، ويعني ايه تي كيو ام توتال كواليتي مانجمنت، يقول لي يعني ايه اصول علم الكواليتي، ويعني ايه الجيت، ويعني كل الحاجات دي انا محتاج اعرفها. فاذا انا محتاج علم اسمه علم الكواليتي مانجمنت. الريسورسز، انا عندي موارد، عندي مان باور، عندي ماتيريالز، عندي ماشينريز، عن الموارد دي عايزه حد ينسقها وحد يظبطها وحد يقول انا محتاج كام بكره، وحد يقول ما انا مش هيجي مثلا بكره اقول يلا يا جماعه بقى احنا عايزين 5000 متر مسطح سيراميك، جيبهم لك منين دول؟ عايزين 10 مش عارف كام طن مش عارف ايه. لا، لازم اكون مرتب للكلام ده من قبليها، وعارف هيجي منين، وعارف هيجي امتى. في حاجات اصلا لو انا قررت النهارده انها تيجي عايزه 8 9 شهور، زي اللي بنسميها اللونج ليد ايتمز في المشاريع الكبيره. اللونج ليد ايتمز، اللونج ليد ايتمز ديت احيانا في بعض المشاريع بتقعد سنه عشان توصل الموقع بس من وقت ما نبدا نمشي في الاجراءات بتاعتها. فتخيل انت بقى لو جيت افتكرت ان انت عايز حاجه من الايتمز ديت لما يجي يوم ما نحتاجها، يا نهار ابيض، هتقعد سنه بقى تستناها. لا، فلازم من اول المشروع اكون محدد الريسورس انا عايزه، سواء ماتيريال وسواء معدات وسواء عماله، وهجيبهم امتى، وهيشتغلوا قد ايه، ومين البارت تايم، ومين علم، علم كبير جدا اسمه علم الريسورس مانجمنت. نيجي بعد كده علم الكوميونيكيشن، علم الكوميونيكيشن مانجمنت اللي هو العلم اللي هيبدا يقول لي طرق التواصل اللي انا هتبعها في المشروع بتاعي. احنا ليه دلوقتي بنستخدم زوم؟ طب ليه ما نستخدمش زوهو، ولا نستخدم الموبايل، ولا اكيد كل تول او تكنيك او ميثودولوجي في الكوميونيكيشن ليها ميزه وليها عيب. فلو انت مش فاهم الكلام ده ممكن تستخدم الكوميونيكيشن غلط. هديك مثال صغير، واحد يقول لك يا عم ازاي، لا ده في امثله كتيره جدا الكوميونيكيشن دي يعني كارثيه، كارثيه اللي مش فاهم. يعني مثلا تلاقي مدير مثلا عايز يقول للتيم بتاعه حاجه، ممكن يروح جايبهم ميتنج ساعتين ويقول لهم الحاجه دي، دي كارثه. ايه ده ليه يا عم حلو؟ لا خالص، انت عارف يعني ايه تجيب الميتنج الناس بتوعك ساعتين؟ يعني اضرب لو عندك مثلا 20 موظف، ال 20 دول في ساعتين يعني 40 ساعه عمل، اضرب في اكس بقى، ما اعرفش انت ساعه العمل عندك عشان بلاد مختلفه، اضرب في ساعه العمل عندك للبروفيشنالز ديت، تلاقي عندك الراجل ده ضيع الافات في الكام ساعه اللي هو اللي... طب واحد يقول لك ما يعمل ايه يعني؟ لا كان بعت ايميل مثلا، لو الحاجه محتاجه
مش محتاجه ان انت يعمل فيس تو فيس انتر اكشن اللي هو بيتحقق في الميتنج، لا كان المفروض يبعت الكلام ده عن طريق الايميل. يبقى اذا الكوميونيكيشن تكنيكس وفهم الكوميونيكيشن علم مهم جدا، لما تعرفه هتبدا يحصل امبروفمنت كبير جدا للشغل اللي بيحصل عندك. الريبورتات، انت محتاج فعلا الريبورتات دي كلها ولا تضيع وقت؟ تضيع وقت، طب ليه بتعملها؟ يبقى في حاجه غلط عندك. انا كتير جدا بسمع من ناس ان هم بيقولوا لي احنا عندنا كميه ريبورتات ملاش ولا حد بيفتحها، تعرف على طول ان في كارثه. يعني ايه مفيش حد بيفتحها؟ يبقى معنى كده ان في مشكله وخلل في الكوميونيكيشن اللي بيحصل في المشروع. طيب نيجي بعد كده للعلم اللي انا بحبه جدا وبحترمه جدا، اللي هو علم الريسك مانجمنت. علم الريسك مانجمنت ده، انا دلوقتي بشتغل في مشروع، المشروع ده نتائجه هتظهر في المستقبل. طب جميل، المستقبل لا يعلمه الا الله، المستقبل مليء بالمخاطر، او خلينا نقولها مليء بالانونز، بالانسرتينيتيز. طب حلو قوي، الانسرتينيتيز دي هتعمل ايه يا عم بقى؟ لما تحصل يبقى حلال في حلال، يبقى كارثه، يبقى هتلاقي نفسك بتروح في كوارث. امال اعمل ايه يعني؟ قال لك لا، احنا ممكن نعمل علم اسمه علم الريسك مانجمنت. هنبدا باسلوب فيري يعني سمارت، نتنبأ باللي هيحصل ده بطريقه علميه طبعا، وبالتالي نقدر لو تنبأنا بيه نعمل له ما يسمى بالميتيجيشن. بالميتيجيشن يعني زي مثلا ما اقول لك ايه، انا رايح مشوار، تمام؟ طب احسن ان انت تسيبني انزل روح المشوار، ولا انت لما تكون عارف ان انا هقابل في الطريق ده حاجه زحمه هتقفل لي الطريق وتعمل لي عطله؟ طبعا لو قلت لي احسن. ليه؟ لان لما تقول لي هاخد طريق تاني. هو ده نفس الكلام اللي بيحصل للناس اللي عارفه ريسك مانجمنت واللي مش عارفه ريسك مانجمنت. اللي مش عارف ريسك مانجمنت هتلاقيه دايما بيستك في الطريق الزحمه، قاعد طول النهار والليل وحياته كلها ضايعه في الزحمه. لكن الراعي اللي فاهم ريسك مانجمنت لا، دايما تلاقيه ايه، واخد الطرق السالكه. يبقى مش حظ بقى، يبقى الموضوع فيه علم اسمه علم. طبعا ده مثال بسيط جدا، في امثله بقى معقده جدا ان شاء الله لو جه توقيت هوريكم امثله خطيره جدا على موضوع الريسك مانجمنت ده. طيب انا بعد شويه هقول لكم قصه جميله جدا على كم يعني هتربط لكم او هتعمل لكم درايفر لمجموعه من العلوم اللي احنا بنحكيها بشكل قوي جدا ان شاء الله. طيب دي كده علم الريسك مانجمنت. طبعا اي مشروع فيه عقود وفي بروكيورمنتس وفي مشتريات، فانا عايز علم يدير التعاقدات ديت ويقول لي انهي نوع من انواع العقود دي افضل نوع، عقد، هل عقد لمسم، هل العقد الكوست بلس، هل اعمل عقد يونت برايس، هل العقد يتكتب فيه ايه، هل العقد ده ايه البروس بتاعت التعاقد، مرحله التندرنج بتتعمل فيها ايه، مرحله الفلوتنج، وهكذا. علم، علم نولج لازم تعرفها. الكليمز يعني ايه كليمز، ويعني ايه فورس ماجور، ويعني ايه ان اكسبشنال ايفنتس، كل الكلام ده علم اسمه علم البروكيورمنت مانجمنت. فلازم تكون عندك العلم ده. الستيك هولدرز مانجمنت، ستيك هولدرز اللي هم المعنيين. يعني ايه المعنيين؟ انا هبدا بس اروح للسلايد كده وبعدين ارجع المعنيين هم اي حد ليه علاقه مباشره او غير مباشره وبيتاثر بنتائج المشروع سواء ايجابي ولا سلبي، ده بنسميه ستيك هولدر. تاني بص التعريف، اي حد بيتاثر بنتائج المشروع، اي حد انفولف في المشروع سواء حتى التاثير ده ايجابي او سلبي هنسميه ستيك هولدر. يعني اي حد تاني، انا ما عندي مشروع، الكلاينت ستيك هولدر، المقاول ستيك هولدر، استشاري ستيك هولدر، البنك اللي بيدي كارد مش عارف مين ستيك هولدر، الجاري اللي هو ببني جنبه وممكن اخش على الحدود بتاعته وبعدين نتخانق انا هو على الحدود وعلى ده ستيك هولدر، الموظفين ستيك هولدرز، وهكذا. يبقى انت عندك ما تسمع او تقرا كلمه ستيك هولدر في المانجمنت يعني المعنيين، المعنيين بالمشروع، تمام؟ زي ما قلنا السبونسر، الممول بتاع المشروع، البروجكت مانجر، التيم، البروجكت مانجمنت تيم،
وابقى اشرح لكم ان شاء الله ايه الفرق بين كلمه بروجكت تيم وبروجكت مانجمنت تيم وبروجكت مانجر. يعني ممكن تبقى عند بعضنا تلخبطوا، لكن هما فيهم فرق واضح جدا، ولازم يكون واضح جدا عندك، لان يعني بالذات الناس اللي بتدرس الموضوع بشكل اكاديمي لازم الكلام ده يكون شويه واضح. فرق بين البروجكت تيم والبروجكت مانجمنت تيم والبروجكت مانجر. وعندك الكاستمرز واليوزرز والسيلرز والبزنس بارتنرز والفانكشنال مانجرز والاوبريشنز مانجمنت والاذر ستيك، كل ده اللي هو موجود قدامكم في الدوائر دي كلها، كل دول يعتبروا ايه؟ ستيك هولدرز. طيب ده بقى علم. لو رجعنا تاني للجدول بتاع البي ام اي البيمبو جايد، هو حطه كعلم، علم اسمه علم الستيك هولدر مانجمنت. الحقيقه علم مهم جدا، علم مهم جدا. انت عندك بعض مثلا دول الخليج، واعتقد يعني مصر بدات تخش في فكره ان بقى في ستيك هولدر امباكت كبير جدا على المشاريع. هديك مثال، مثلا لما تيجي تقول مثلا انا عندي بروجكت وعايز اعمل اوثوريتي ابروفلز، مثلا المصطلح ده يمكن عند بعض الناس مش معروف قوي، اوثوريتي ابروفلز ان انا مثلا اجيب ابروفل من الدفاع المدني عشان اطلع رخصه مثلا على سبيل المثال يعني، او عشان اسلم المبنى واخد الترخيص بتاع الاوكيبيشن ان انا ابدا اسكن في المبنى مثلا. فعايز تروح تاخد، حتى في مصر دلوقتي في المدن الجديده بداوا يعملوا موضوع الدفاع المدني ده. فالدفاع المدني ده ستيك هولدر. فلو انت مش فاهم يعني ايه ستيك هولدر مانجمنت، ممكن ما تعرفش تسلم مشروعك، ممكن تبقى تستراجل وتعطل وقت كبير جدا. ومش عايز اقول لك ان نجاح بعض البروجكت مانجرز في الخليج بالذات بيبقى مرتبط بفهمهم لمعنى كلمه ستيك هولدر مانجمنت وازاي، لان هو يبقى دوره تقريبا لو ذات شغال مع كلاينت، يعني لو انت كلاينت بروجكت مانجر هتبقى همك الشاغل انت تروح تجيب الاوثوريتيز ابروفال ديت عشان تبدا تاخد ترخيص وتسلم المبنى وتبدا تسلم المبنى للاوبريشن وتشغل او تبيع او هكذا. فعلم ستيك هولدر مانجمنت علم من العلوم المحترمه جدا، والعلوم اللي فيها فعلا شغل، يعني مش كلام كان زمان بدات كانت شويه، مش لا دلوقتي اتطورت جدا جدا يعني، وبقى علم فعلا محترم تقدر تقرا فيه كتب. يعني انا قاري فيه حوالي يعني كتاب وشويه كده في الموضوع، يعني كتاب وفي كتاب تاني لسه ما كملتوش. فعلم فعلا علم محترم، وعلم فيه فاليو، وعلم فيه نوليدج ممكن فعلا تتعلم. تمام. طيب هتقول لك يا عم ده كده كفايه قوي، وفي تاني ايه غير كده؟ لا، في نوليدج تانيه مثلا في الكونستراكشن ما ذكرهاش البيمبوك جايد، زي مثلا سيفتي. طبعا الناس اللي شغالين، واعتقد ان معظمكم هيبقى في الكونستراكشن، الحضور يعني الاودينس اللي بيسمعوني معظمهم شغال تقريبا في الكونستراكشن زي ما اتقال يعني. فالكونستراكشن عندنا نوليدج اريا مهمه جدا اسمها سيفتي مانجمنت. طبعا سيفتي فيرست ده على راس كل الكلام ده. طيب فين دي؟ فين ده؟ ما علم. علم ده علم مهم جدا، وعلم بيحترم جدا، وعلم ليه اصول، وعلم ليه بروسس، وعلم ليه يعني كل الاحترام بتاعه. فين هو؟ ما حطوش البيمبو جايد هنا لانه ريليتد بس للكونستراكشن وبعض انواع البيزنس المعينه، وبالتالي ما حطوش في البيمبو جايد الكبير، لكن حطه بصراحه في الادندم. يعني الادندم محطوط فيه السيفتي مانجمنت. فاذا انت كده خدت فكره يعني ايه نوليدج ارياز، يعني ايه نوليدج ارياز. تمام. طيب حلو قوي، يبقى احنا كده عرفنا انا محتاج عشان ابقى راجل بروفيشنال مانجر محتاج علم او علوم، وعرفنا ايه هي ممكن تكون العلوم دي. طيب حلو قوي، تعالى بقى نتكلم على انت محتاج ايه تاني عشان تكمل السيستم ديفلوبمنت بتاعك. هتحتاج بقى ما يسمى بالبروجكت مانجمنت لايف سايكل. حد سالني المره اللي فاتت وقلت له ان شاء الله المره الجايه اشرحها، اللي هي اللايف سايكل. تعالى بقى نتكلم على فكره اللايف سايكل. اللايف سايكل ده يا جماعه حته مهمه جدا، وعايز اشرح لكم برضو دي مش واضحه ولا في البيمبوك ولا حتى في البرنس 2 ولا حتى في الناس اللي بتشرح. هي ليه سموها سايكل؟ هو انت لما تيجي لاي حد بتسمعها منه هيرص لك كده اربع خمس خطوات جنب بعض ويقول لك دي اسمها اللايف سايكل، لكن مش هيقول لك ليه سموها سايكل. ما سايكل يعني دايره. ليه دايره؟ انا هشرح لكم بقى يعني ايه سايكل وليه هي دايره. تعال نشوف. اول حاجه لازم نعرفها ان في عندنا حاجه اسمها البروجكت مانجمنت لايف سايكل، وعندنا حاجه اسمها البروجكت لايف سايكل. واحد يقول لك ايه ده انا عدت الكلمه؟ لا انا ما عدتهمش مرتين، انا بس قلت بروجكت مانجمنت. بص كده، بروجكت مانجمنت لايف سايكل
وقلت الجملة التانية من غير كلمة مانجمنت، قلت بروجكت لايف سايكل. ايه الفرق؟ فرق كبير جدا. ايه بقى هو؟ تعال نشوف. لما اقول لك بروجكت مانجمنت لايف سايكل، يبقى اقصد بيها المراحل بتاعت المانجمنت اللي هي هتطبق على اي مشروع عندي في المؤسسة. يعني ايه؟ يعني اي مشروع عندي بيمر بمجموعة من المراحل ايا كان المشروع. المراحل ديت كما ذكرت في البيمبو جايد سماها الانيشيشن، بلانينج، اكسكيوشن، مونيتورينج اند كنترولينج، ويل كلوز اوت. يبقى البيمبو جايد حط 5 مراحل: انيشيشن، بلانينج، اكسكيوشن، كنترولينج اند كلوز اوت. في واحد زمان كده بصراحه ده الاب الروحي لعلم المانجمنت في العالم، الاب الروحي لعلم الكواليتي كمان، اسمه ديمينج. ديمينج من سنين طويله قال لك ان اي لايف سايكل هم 4 حروف، وسماهم البي دي سي اي. البي دي سي اي: بلان، دو، تشيك، اكت. بلان، دو، تشيك، اكت. بصراحه بقى اقرا بقى زي كتب زي ما انت عايز ومنهجيات زي ما انت عايز، هتلاقي الراجل ده بصراحه فعلا ابو الكلام ده كله. هو كل البرنس 2 والبيم بوك جايد والايزو، كل الكتب اللي عملت منهجيات كلها بتدور حوالين ال4 حروف دول بصراحه، اللي هم بلان، دو، تشيك، اكت. تمام؟ بلان اللي هو خطه، يبقى انت لازم تمر بمرحله التخطيط، مرحله وضع الخطط، دي هي البلانينج. وبعد كده نفذ. دو لازم تخطط اللي انت لازم تنفذ اللي انت خططته. تمام؟ طيب بعد ما نفذ اللي انا خططته، اكتشف ان انا كنت بعمل حاجه غلط. يعني انا خططت ان انا رايح من محافظه لمحافظه، تمام؟ ابدا بقى نايم على نفسي وانا بعمل الدو لغايه ما الاقي نفسي في محافظه تانيه والاقي نفسي في بلد تانيه؟ لا طبعا. يبقى انت لازم تعمل مونيتورنج اند كنترولينج، لازم تعمل عملية مراقبة للي بيحصل عشان ما تلاقيش نفسك في حتة غلط. واحد يقول لك يا عم ما انا لو غلطان هغلط. هقول لك صح، بس لما تغلط وتلحق نفسك في الأول غير لما تلحق نفسك بعد فوات الأوان. في مثل إنجليزي بيقول لك إيه؟ بيقول لك مهم جدا إن أنت the train left the station. القطار غادر المحطة. ان انت طول ما انت بترتب على ان انت توصل في الوقت الصح، انت كده خططت صح ونفذت صح. لكن لو انت خططت صح كويس جدا، وجيت اكتشفت ان انت بعد ما رحت المحطة وكنت شاري تذكرة، كنت عارف هتركب قطر رقم كام والساعة كام وعلى اي رصيف وزي العسل، ونفذت كمان يا عم اهو، بس نفذت ورحت غلط بس، تمام؟ فكان في غلطه صغيره في التنفيذ، وهي ان انت ما خدتش بالك من التوقيت فكله باظ. فانا عايز اعمل ايه؟ مونيتورنج اند كنترول قبل ما القطار يغادر المحطه. لان طول ما القطار ما غادرش المحطه انا ممكن اوجد حلول. خد لك بقى تاكسي، بدل ما كنت ناوي تروح في الاتوبيس هتروح بتاكسي، بدل ما كنت ناوي تروح بتاكس هتاخد بقى عربيتك وتبقى تخلي اخوك يروح يجيبها من الباركينج بتاع المطار. فاذا طول ما القطار لم يغادر المحطه ولا الطياره ما سابتش المطار، انت عندك ايه؟ احتمال كل شويه بيضعف. بس خلي بالك كل شويه تضعف وكل شويه تكلفه تصليحه بتزيد. حط الكلمتين دول زي ما بيقولوا كده حلقه في ودنك، ده برضو من الناس اللي هتبدا تعرفه لما نيجي نشوف الامبلمنتيشن. خطيره جدا ان انت ممكن نصلح وبنلحق القطر قبل ما، لكن انا عايز الاول تجيبني قبل ما القطر يغادر المحطه. دي اول حاجه. تاني وحاجه تانيه اقولها لك، كل ما اتاخرت كل ما انا هرجعك، بس هرجعك غالي قوي، تكلفه رجوعك هتبقى غاليه قوي. خلي بالك عشان برضو ما حدش يقول ايه طب ما انا اركن بقى، ما هي طالما في حل، طالما القطر لا، طول ما انت بتتاخر طول ما تكلفة الرجوع هتبقى غالية. أما لو طلع القطر مفيش بقى ولا غالي ولا رخيص، كله باظ. طيب وده بقى اللي انت هتشوف انعكاساته بقى فين؟ في موضوع الكليمز
وموضوع الاكستنشن اوف تايم وموضوع النيجوشيشن وحاجات كتيره جدا اللي بتخرب المشاريع لعدم فهم البروجكت مانجرز ازاي بتدار المشاريع بطريقه احترافيه، وبياخدوا العلم على محمل الهزار والتهريج واي كلام يعني. لا، العلم بيفرق معاك جدا في الكوست وفي منهجيه التعامل مع الازمات. طيب، يبقى دي معنى كلمه المونيتورنج اند كنترول. يبقى انا لو عايز الخص كلمه مونيتورنج اند كنترول في جمله، هقول جمله كده ذهبيه، هقول ايه؟ هقول monitoring and control is to take the right action in the right time. لو الاثنين ما تحققوش ارمي كله في الزباله. تاني، to take the right action in the right time، يعني عايز اكشن مناسب في الوقت المناسب. خدت اكشن مناسب في وقت غلط ما بتعملش كنترول، خدت اكشن غلط في وقت مناسب ما بتعملش كنترول. يبقى لازم تاخد اكشن مناسب في وقت مناسب، كده انت ايه؟ بتكنترول. كده انت راكب الحصان وسايقه، مش هو اللي بيجري بيك وهيوقعك بعد شويه. طيب، وبعدين بيجي في الاخر الكلوجر، الكلوز اوت. تمام. طيب دلوقتي عايز بقى اشوف انا ما اجي اعمل، عشان ما طلعكش من الموضوع، احنا كنا بنعمل ميثودولوجي ديفلوبمنت، وانا رحت فين دلوقتي؟ انا لسه في العنوان اللي اسمه ميثودولوجي ديفلوبمنت لو تفتكر، وكنت بدات اقول لك يعني ايه المخرجات بتاعتي في الميثودولوجي ديفلوبمنت. قلت لك البروسيجرز والبروسيس فلو والفورمز واللوجز والريبورتس والكي بي بي اي. طيب، امال ايه بقى اللي انا كنت بتكلم فيه دلوقتي؟ انا هعمل الكلام ده لايه بقى؟ هي ده اللي انا عايز اشرحه دلوقتي بقى. الحاجات اللي قدامكم دي يا جماعه، الحاجات اللي قدامكم ديت، انا عايز اخرجها للبروسيسز. طب هي فين البروسيس دي؟ انا بصراحه مش كاتبهم هنا. البين بوك جايد حط 49 بروسيسز، حط 49 عمليه، وال 49 عمليه دول هو اللي حط لهم البروسيجرز والبروسيس فلو والفورمز واللوجز والريبورت والكي بي اي. تمام. لكن انا بصراحه لما باجي اعمل سيستم لشركه، لما اجي اعمل سيستم مانجمنت لشركات، ف بصراحه ما بستخدمش ال 49 بروسيسز بتاعه البين بوك جايد. امال بعمل ايه؟ هقول لكم بقى. انا بقول لك بقى الكورس ده انا بحاول اديك عمليا بنعمل ايه. ف اول حاجه عايزك تعرفها ان انت هتبدا تكستمايز البروسيس بتاعتك بحيث ان هي ما تبقاش كتير قوي عمليا بقى، يعني عمليا ما تاخدش ال 49 بروسيس بتوع البي ام اي وتحطهم 49 بروسيس. وطبعا مش 49 بس، لو خدت الادندم كمان والسيفتي والحاجات دي هيطلعوا كتير، هيطلعوا اكتر، يعني تقريبا هيوصلوا حوالي 60 عمليه. فال 60 عمليه اللي انا اللي البين بوك جايد بيعملهم، لا انا بحب اختصرهم اقل من كده. تمام. هي مش صح وغلط، يعني مش هقول لك مثلا عدد كام وده يبقى الصح، لا انا هحاول اختصرهم. وانا بعمل سيستم ديفلوبمنت براكتيكالي، يعني يكون قابل للتطبيق للشركات. طيب، ايه هي بقى البروسيسز ديت؟ يعني مثلا البين بوك جايد حط مثلا في على سبيل المثال، يعني اديكم مثال، حط في السكادجولينج مثلا، حط عمليه بروسيس اسمها بلان سكادجول مانجمنت، وحط مثلا بروسيس اسمها ديفاين اكتيفيتيز، وحط بروسيس اسمها سيكونس اكتيفيتيز، وحط بروسيس اسمها ديفلوب سكادجول، وحط بروسيس اسمها كنترول سكادجول، فحط بروسيس كتير قوي، وحط اكتيفيتيز. يعني فالبين بوك جايد حط بروسيس كتيره جدا للسكادجول. انا بصراحه في كل الديفلوبمنت اللي انا عملته للشركات عمري ما عملت كده. انا بعمل هي بروسيس واحده اسمها سكادجول مانجمنت، وبحط فيها كل اللي هو البين بوك جايد حاطه ده. مش معنى كده البين بوك جايد ده غلط، طبعا لا، ده هم المعلمين كلهم وده مجهود سنين كبيره جدا يعني، بس اللي هو البين بوك جايد فصل الموضوع عشان يبقى يعني مستساغ كميثودولوجي اكاديميه محطوطه في كتاب مترتبه، لان سكادجول مانجمنت كبروسيس هي حاجه تقيله قوي دسمه قوي، فهو ما يعرفش يحطها في بروسيس جوه كتاب يعني، لكن تطبيقيا بنقدر. وبالتالي انا بحط السكادجول مانجمنت مثلا كلها دي 1 بروسيس مثلا، انا بعمل بروسيس للسكادجول مانجمنت. تمام، وهكذا.
هتلاقي بقى عندي مثلا التسعير، رغم ان تسعير البيمبو جاي حطه ثلاثة، انا برضو بعمل التسعير ثلاثة، لان فعلا انا محتاج للتسعير ثلاث حاجات، ثلاث بروس زي البيمبو جاي، ما بقدرش اعملهم حاجة واحدة. يعني في التسعير البيمبو جاي حط، سوري، في الكوست استيميشن، الكوست مانجمنت، سوري، في عندنا الكوست استيميشن التسعير، فالتسعير دايما او يفضل يبقى فعلا بروسس لوحدها، او ما ينفعش يبقى بروسس متجمعه على حاجه تانية، فالتسعير لازم يبقى لوحده. فالكوست استيميشن او التسعير ده بيبقى وان بروسس. الميزانيه البادجت برضو ما ينفعش تتجمع على حاجه تانية، فالكوست بادجتنج بتبقى عمليه، والكوست كنترول عمليه. ممكن تحط البادجت والكنترول مع بعض يعني تمشي، لكن يعني ممكن تخليهم منفصلين. الكواليتي نفس الكلام، الكواليتي كنترول دايما بنعملها في عمليه، اما الكواليتي اشورنس او الكواليتي امبلمنتيشن او الكواليتي ديفلوبمنت بتبقى عمليه ثانيه، بروسيس ثانيه، وهكذا. انا بس بحاول دايما زي ما قلت لكم يا جماعه، بحاول افتح لك الموضوع بطريقه تفتيح مش هتلاقيها في حته، عشان هو ده اللي انا عايز ادولك كفاليو. بعد كده الحاجات الثانيه ممكن تقراها بقى وتكمل، خلاص انت هتبقى خدت الايه، البيز اللي تنطلق منها. تمام، يبقى كده ايه، احنا نرجع تاني. يبقى عندنا وانا ببني منهجيه، عشان برضو اللي وقع او اللي تاه او اللي سرح، انا ببني منهجيه لمؤسسه. المنهجيه ديت بعد ما عملت بريبريشن وعرفت المؤسسه دي عايزه ايه، وعملت الاز از وتو بي والجاب انالوجي ديفلوبمنت، فعشان ابني المنهجيه لازم اعرف العمليات اللي هشتغل عليها، وعرفت يعني ايه العمليات، اعمل عمليات للسكادجول وللكوست والكواليتي والريسورسز وللسيفتي وهكذا. حلو قوي، اعتقد كده انتوا ايه ماشيين معايا. معقول، هنمسك بقى العمليه ديت ونبدا نطلع لها الكلام ده. هاخد بقى مثال دلوقتي، هتلاقي المواضيع ما شاء الله بتتفتح بقى. اعتقد يعني انا بقى دايما حاطط نفسي مكانكم وبحاول اشوف الكلام اللي انا بقوله هيبدا يركب مع بعض ويدي نتيجه ولا لا. فهتلاقي الكلام بدا دلوقتي ايه يوضح. هتلاقي بقى ايه، ناخد مثال نقول مثلا بروسيس زي بروسيس مثلا السيفتي. انا عايز اعمل شغل سيفتي محترم في شركتي، اقول لك جميل قوي. يبقى اول حاجه عايزك تعمل بروسيجرز، عايزك تكتب انت هتعمل ايه في السيفتي. تمام، البروسيجرز دي يا جماعه لو انت مش هتعملها زي ما اتفقنا، الايزو بيقول لك ممكن ما تعملش البروسيجر، بس خلي بالك لو مش هتعمل بروسيجرز لازم تحل محلها حاجه مهمه جدا، عايزك تبقى لكم برده عشان ما تنسوهاش ان شاء الله بعد البرزنتيشن. لو هتشيل البروسيجرز انا موافق ونبقى ماشيين مع الايزو جديد، لكن لازم تحط حته مش هتبدا تتحل في الحاجات الباقيه، اللي هي ايه بقى، اللي بنسميها الار اند ارز، الرولز اند ريسبونسابيلتيز، دي تبقى موجوده في البروسيجرز. تمام، وفي ناس تقول لك لا هي البروسيجر فيها كل الكلام ده، جميل، انت مش مهم يا جماعه الترتيب والتنظيم، دي بقى حاجه انت يعني مفيش مشكله. يعني واحد مثلا يقول لك لا ما هي البروسيجر جواها كل الكلام، جواها البروسيس دياجرام وجواها الفورمز وجواها اللوجز وجواها، خلاص يا عم لو انت عندك الحاجات دي موجوده يبقى انت بتعمل اللي انا بقول عليه. انا ما يعني ما بقولكش اقسمهم او جمعهم، دي حته بقى فنيه بتاعتك. يعني انا بحاول اقول لك ايه المفردات اللي لازم اطلع بيها عشان اقول انا بعمل سيستم ديفلوبمنت. تمام، فانا هاجي تاني عندي السيفتي، فلازم اعمل بروسيجرز للسيفتي، عايز اعمل بروسيس فلو للسيفتي. انا هعمل سيفتي اندكشن امتى وكم واحد هيحضر، وبعد ما بياخدوا سيفتي اندكشن ايه اللي بيحصل، بديهم كارنيهات ده خش بقى الموقع، لو ما عندوش الكارنيه ده بيعمل ايه، ولو بروسيس لازم كل حاجه تبقى محلوله في البروسيس فلو بتاعي. تمام، طيب الناس عشان تسجل مش عارف ايه، عايز مثلا واحد يخش على كونفايند سبيس في فورمه بيملاها، طب فين الفورمه شكلها ايه، لازم تعملها. طبعا عارفين الكونفايند سبيس اللي هي الاماكن المغلقه زي خزان ميه مثلا، واحد يخش ينظف خزان او يخش يلحم خزان مقفول، ففي سيفتي بريكوشنز عايزه تتاخد، فهل فيها فورمه؟ ليها فورمه، شكلها عامل ازاي، لازم تبنيها في السيستم ديفلوبمنت بتاعي. تمام، وهكذا. اللوجز زي ما اتفقنا بقى، يعني ايه اللوجز، نكون مجمع الكلام ده بقى ايه في جداول عشان سهوله الرجوع، كام سيفتي اندكشنز حصل، مين اللي حضر مين اللي ما حضرش، كل الكلام ده لازم يتجمع في لوجز، لان كل واحد ليه فورمه هتبقى صعب جدا التعامل معاها كاحصائيات. طب الريبورتات، الريبورت بتاع السيفتي، انا هبدا ريبورت للمانجمنت ايه، يعني ايه ال تي اي لوس تايم انسيدنتس، ويعني ايه ال تي اي مش عارف بتساوي كام، ويعني ايه العدد الساعات اللي اهدرت، ويعني ايه ويعني ايه، الحاجات دي كلها لازم تتحط في مجموعه من الريبورتات وتدي معنى لصحاب القرار. لان خلي بالك برضو الريبورتات يا جماعه، عشان برضو هي مش زي بعض الناس فاكره ان هي تضيع وقت وشويه ارقام، لا خالص، الريبورتات دي معموله يا جماعه لما ان شاء الله تبقى راجل بتاع بيع، اوعدكم يمكن عنده بيزنس، راجل بتاع صاحب بيزنس او راجل شير هولدر او راجل سي او او في 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 مركز زي المراكز ديت، الريبورتات دي بالنسبه لك هي النفس بتاعك، انت ما بتعرفش تتنفس من غيرها. انا اعرف ازاي البيزنس بتاعي ماشي كويس ولا ماشي غلط، ولا بيلبس الحيطه، ولا بيكسب ولا بيخسر، ولا لان احيانا المعلومات
اللي هي اللي بتطلع العادية دي بتبقى غلط، أو مش غلط يعني، لا يعني تديش الانديكيشن الصح. فلازم يخش شوية محفزات في المعلومات عشان تدي متخذ القرارات اتجاه اللي هيبدأ ياخده، أو القرارات اللي المفروض ياخدها بسرعة. تمام؟ زي مثلا إن شاء الله لما أشرح لكم في الكوست مانجمنت مثلا، لو أنت بتريبورت الأكشوال فيرسس بلان، هو يا عم 100 100 كنا مخططين كام وصرفنا كام والفرق كام، حلو قوي، لا ارمي الكلام ده كله في الزباله ولا يديني اي معنى. امال ايه اللي يديك المعنى؟ لازم تريبورت الكوست بما يسمى بالايرند فاليو، لازم تريبورت الكوست بما يسمى الاكروالز. حاجات بقى ان شاء الله لو جه وقت ابقى يعني جه فرصه سواء في المحاضرتين الجايين او في الكورس، لو احنا هنعمل كورس كامل للمانجمنت ابقى اشرحها لكم بالتفصيل. بس من غير المعلومات ديت ومن غير المحفزات دي الريبورت ملوش اي قيمه ويرميه في الزباله. فاذا الحاجات دي كلها لازم تحطها في التقارير بتاعتك اللي انت هتبدا تعملها، والتمبلت والداشبورد يظهر فيه ايه، وايه الانديكيشنز اللي انا عايزها تظهر فيه، وهكذا. واخر حاجه بقى عندي الكي بيرفورمانس انديكيتور زي ما اتفقنا. انا امتى اقول ان انا السيفتي مش عاجبني؟ ما انا هعمل لك بقى زي الراجل اللي دخل على مبيض المحاره وقال له الشغل مش عاجبني، والراجل قال له مش عاجبك ليه يا باشمهندس، يقعد يحط له القد على الحيطه. بصراحه فيديو جميل يعني. طيب انا بقى مش عايزك تعمل كده، فمش عايزك تخش على الراجل تقول لك السيفتي مش عاجبني، انا الناس متعورين يا باشمهندس، وما ينفعش كده الناس تتعور، والناس مش عارف كده، مش حاجه اسمها كده. لا، لازم يكون عندي مؤشرات بتقول انا ماشي صح ولا غلط. طب المؤشرات دي بتيجي منين؟ واحد بقى يسال السؤال الظريف ده. خلي بالكم يا جماعه، الكي بي اي بيخش في تكوينها حاجه مهمه جدا جدا لازم تقرا عنها، اسمها البنش ماركينج. البنش ماركينج يعني ايه؟ البنش ماركينج ديت، البنش ماركينج يعني انا ما ينفعش احط معايير عشان اقول انا نجحت، معايير لا يمكن تحقيقها او تحقيقها ممكن يحيد العاملين عليها عن الهدف، وده بيحصل كتير جدا. يعني كنت بدي مثال في محاضرة الكواليتي، ممكن اقول لكم دلوقتي بمناسبة الكي بي اي وازاي تحط كي بي ايز. انت لما تيجي مثلا تركب تكييف في البيت، فواحد يقول لك انا احط، انا بس بدي مثال كده يعني، مش هو يعني، بس عشان نفهم القصة. تقول انا عايز تكييف شارب مش عارف كام حصان، مش عارف لونه ابيض، مش عارف ايه، تقول هي دي بقى المعايير اللي انا هستلم عليها التكييف، والتكييف يكون بيسقع ودرجة السقوعية مش عارف كام زي ما هو، وكل الكلام الجميل ده. جه الراجل بتاع التكييف ركب التكييف، جيت تمسك الورقة بتاعتك لقيت كل الحاجات موجودة، التكييف شارب مش عارف في 2 حصان، لونه أبيض، شغاله بيسقع اهو، جميل قوي. بس لقيته على الحيطة متركب مايل، تقول مش عاجبني يا باشمهندس، نفس بقى الكلام، ونرجع بقى الكلام البروفيشنال. لا، لازم يكون عندك في الكي بي اي محطوط كل المعايير بما فيهم ان انا اركب التكييف عدل على الحيطه. طب عدل دي برضو كلمه مايعه، مش كلمه بروفيشنالز. واحد يقول لك ما هو لا، يعني عدل على الحيطه يعني مثلا يوازي السقف مثلا، او عمودي على الحيطه اللي جنبه بنسبه درجه 90 درجه. اقول لك اه كده بقى الكلام جميل قوي. هيجي واحد بقى بعد ما خلص يقول لك يا عم اهو تمام، اقول له لا يا عم مش تمام. تروح جايب ميزان الليزر بتاعك، وانت بقى ما شاء الله جايب جهاز ليزر من اليابان حديث جدا، يقول لك لا دي درجه ميل التكييف 90.00001. لا يبقى انت مش الله. طب انت فعلا محتاج ان انت تظبط درجه ميل التكييف او ظبط التكييف ب 90.00 الا ما لا نهايه؟ لا طبعا. يعني انت عشان تعمل كده بقى عايز تجيب اجهزه عشان تظبط التكييف ده بثمنه، فلا مش هينفع. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا بحط الكي بي ايز بتاعتي على البنش مارك. البنش مارك يعني ايه؟ زي ما بيقول ايه، هو الناس بتعمل ايه، المؤسسات التانية بتعمل ايه، الشركات بتعمل ايه، الاصول بتعمل ايه. يعني في المثال بتاعنا ده عين الانسان بتشوف خطا قدره قد ايه، المعماريين عارفين الكلام ده، المعماري يقول لك اه في نسبه خطا العين بتشوفها، خلاص انا عايز يبقى في نسبه خطا في الكي بي اي بتاعتي زي ما العين بتشوف، لانها مش محتاج اكتر من العين ما تشوفش لو في خطا موجود في الميل بس. ف المعايير دي والبنش ماركينج ده مهم جدا. يعني لما نيجي نعمل بالذات المشاريع الضخمه لازم تجيب البنش ماركينج وتبدا تشتغل عليه عشان تطلع كي بي ايز مظبوطه. او حتى لما تيجي تعمل شركه، يعني مثلا لما تيجي تعمل كي بي ايز لشركه مقاولات صغيره، ما تاخدش بنش مارك من شركه مقاولات كبيره، ما تاخدش
لو انت شغال في المقاولات ما تاخدش بنش مارك من الاويل اند جاز، عندهم كي بي ايز تانية خالص لنفس النقطة. ليه؟ لان المعايير مختلفة، لان الابروتش مختلف، لان النتائج اللي احنا عايزينها في الاخر مختلفة، وبالتالي الكي بي ايز لازم تطلع مختلفة. طيب اخر حاجة بس عشان نبقى قفلنا موضوع الكي بي ايز، يا جماعة انا ما اقدرش اقيس اي حد لما يكون معايا كي بي ايز، فما ينفعش تقفل اي بروسيس وتعملها ديفلوبمنت من غير ما تحط لها كي بي ايز، والا يبقى انت ما ادتنيش الاداه او التول اللي اعرف اقيم بيها اداء الناس اللي عملت الشغل بعد ما يخلص في مرحله الامبلمنتيشن. فاي بي سي كده انا عايز لكل بروسيس الكي بي ايز بتاعتها. حلو كده، يبقى جميل قوي لو احنا وصلنا النقطه دي، يبقى جميل قوي. ايه اللي هي النقطه؟ ان انا عرفت تاني، ارجع تاني بسرعه، ان انا عشان ابني منهجيه لازم احضر للمنهجيه بالجاب اناليسز، وبعد ما احضر للمنهجيه ابدا اعمل السيستم ديفلوبمنت. يعني ايه سيستم ديفلوبمنت؟ يعني انا امسك اقول البيزنس بتاعي او شركتي ايه البروسس اللي هي بتستخدمها، نعمل سكادجول مانج، نعمل كوست مانج، نعمل كواليتي مانجمنت، بنعمل كونستراكشن مانجمنت، بنعمل ريسك مانجمنت، شوف اللي انت عايزه، حط البروسس ديت بالطريقه اللي انت عايزها. وخلي بالك تاني، مفيش صح وغلط، تاني مهمه جدا، مفيش صح وغلط، انت بتحط البروسيس على حسب ما انت عايز، حسب او حسب العميل عايز لو انت بتعمل الكلام ده لشركه يعني. وانت طبعا بتدي له الادفايس، طبعا في طبعا يعني زي ما بيقولوا كده اسرار او السيكريتس او تكات لازاي تبني مجموعه بروسيس افضل واحسن، ودي مش هتبان بقى الا في ايه، في لما تيجي تعمل ان شاء الله وتخش في الموضوع بشكل اقوى ممكن تبان لك بقى الحتت دي. المهم في الاخر بتكون خريطه اللي هي بنسميها الرود ماب او خريطه الطريق بتاعت مجموعه العمليات اللي انت هتحتاجها، وبعد كده تمسك كل عمليه منهم وتبدا تبني البروسيجرز والبروسيس فلو والفورمز واللوجز والريبورتس والكي بي اي. تمام؟ طيب بعد كده بنيجي بقى لموضوع السيستم امبلمنتيشن. ايه هو موضوع السيستم امبلمنتيشن ده بقى؟ طبعا كده اعتقد بنسبه كبيره جدا اللي بيسمعوني دلوقتي عرفوا يعني ايه سيستم ديفلوبمنت. سيستم امبلمنتيشن بقى ان انا هبدا اطبق الكلام ده، اطبق الكلام ده. يعني انا مثلا لما اقول لك انا ايه، انا عملت لك بروسيس للسكادجول، طب فين البرنامج الزمني؟ مفيش. ايه ده، امال انت كنت تعمل ايه؟ انا عملت لك بس البروسيس، انا عملت لك السيستم، انا عملت لك هتعمل الكلام ده ازاي، انا عملت لك الطريقه اللي وحطيت لك انت هتستخدم اني سوفت وير، وحط كل الكلام ده انا عملته لك، لكن ما عملتلكش سكادجول لسه. لما اعمل لك سكادجول بقى ده اسمه سيستم امبلمنتيشن، ان انا بقى هبدا اطبق الايه، السيستم، هبني السيستم، هملى البيانات وهملى الفورم وهملى التمبلت اللي هو بقى بتيجي في مرحله الايه، التشغيل للمشاريع. طيب واخر حاجه تاني الاوتوميشن بقى، ان احط الكلام بقى ده كله في سوفت ويرز بحيث تساعدني في عمل الكلام ده. طيب حته مهمه جدا تكيرها اكتبها، مهم، انا كبروجكت مانجر انا دوري ايه في المشاريع؟ اعمل سيستم ديفلوبمنت ولا سيستم امبلمنتيشن ولا سيستم اوتوميشن؟ طبعا السؤال ده لو حد ساله، يبقى لو حد ساله في غير محاضره يعني، يبقى حد ساذج ومش فاهم حاجه. تمام، احنا بنساله في المحاضره عشان احنا لسه بنحاول ايه نفهم الموضوع مع بعض، لكن مفيش سؤال كده. السؤال اللي انا قلته ده اصلا سؤال غلط، ده سؤال غلط. امال ايه هو السؤال الصح؟ احنا عندنا، انا بروجكت مانجر مثلا، انا بروح لشركه بقول لهم يا جماعه انتوا طلبتوني عايزين مني ايه؟ وليد احنا عايزين نوظفك عشان انت هتبقى بروجكت مانجر. ايوه يا جماعه، بروجكت مانجر لايه؟ بنبني مجموعه عمارات كده وعايزينك انت تمسكها. يبقى الناس ديت اوتوماتيك من غير ما يقولوا لي هم عايزين نعمل ايه؟ ايوه انا سامع حد بيقول سيستم امبلمنتيشن. يبقى الناس دول عايزين اجي اعمل لهم سيستم امبلمنتيشن. تمام؟ بص الحته، يبقى الناس عايزيني اعمل سيستم امبلمنتيشن، عندهم مشروع عايزين اشغله. الله يا عم عايزين سيستم ديفلوبمنت. ايوه جميل قوي بقى السؤال ده. هنا بقى انا اسالهم بقى، انا اللي هسالهم اقول لهم طب يا جماعه هل انتوا عندكم سيستم ان بليس في الشركه؟ معظم الشركات طبعا للاسف يعني يقول لك يا عم احنا ما عندناش حاجه، انت تيجي كده طرزان تعمل لا. هنا بقى
يبدا يظهر احتياجنا للايه، للسيستم ديفلوبمنت. طب هل انا بقى كبروجكت مانجر جاي ادير مشروع واعمل له سيستم امبلمنتيشن، طب ما هو مفيش سيستم اروح اعمل لهم ديفلوبمنت الاول؟ طبعا مفيش حاجه اسمها كده برضو يا جماعه. لو حد قال لك بيعمل كده برضو مش فاهم مانجمنت ولا عمره طبق الكلام ده في حياته. يعني مفيش حاجه اسمها كده. يعني انا مستحيل مستحيل هروح مشروع واعمل للمشروع او اعمل للشركه، اصل السيستم ديفلوبمنت ما بيبقاش على مستوى المشروع يا جماعه، بيبقى على مستوى المؤسسه. فمستحيل اروح شركه عشان ادير مشروع اروح اعمل لهم سيستم ديفلوبمنت وبعدين اعمل له مفيش حاجه اسمها كده، وانا ما عنديش وقت. امال اعمل ايه؟ قال لك يبقى اول حاجه الشركه تعمل ديفلوبمنت وانا هعمل امبلمنتيشن، يا اما هدور المشروع بقى زي ما يقولوا كده بلدي. واحد يقول لك يا عم بلدي ايه، انت سيبك يا عم، هم ما عندهمش ديفلوب، انت عندك. مفيش حاجه اسمها كده برضو يا جماعه. ما هو برضو ما هو ده اللي مبوظ الموضوع ومخلي الموضوع كتير من الناس حتى على مستوى الناس، مش هذكر اسمائهم، ناس من التقال قوي في المجال. انا بسمع الفتره اللي فاتت سيمينارز كتيره جدا لاسماء تقيله، مش عايز اذكرها طبعا لان كل الاحترام ليهم يعني، بس الناس فعلا في عندهم مشكله كبيره جدا وملخبطين الدنيا ببعضها. السيستم ديفلوبمنت دي شغلانه. يعني انا لو انا اروح اعمل سيستم ديفلوبمنت انا مش هعمل حاجه تانية، ولا حد ولا انا ولا غيري يعني يعرف يعمل حاجه تانية لو هو بيعمل ديفلوب، دي شغلانه هقعد اعملها. يعني في بعض الشركات بدون ذكر اسماء قعدنا سنتين وثلاثه نبني الديفلوبمنت، ماليش دعوه انا بقى بامبلمنتيشن ولا ماليش دعوه، انا بعمل ديفلوبمنت بس لشركه لمؤسسه. فدي شغلانه، دي هتبقى انت بروجكت مانجر جاي تعمل بس سيستم ديفلوبمنت، تمام؟ ولما يبقى في سيستم ديفلوبمنت ان شاء الله بقى اي حد يجي من البروجكت مانجرز المحترمين هيبدا يعمل امبلمنتيشن للايه، للسيستم ده على المشاريع اللي هو هيديرها. واحد يقول لك لا يا عم انا راجل معلم، انا راجل بي ام بي سيرتيفايد ومش عارف ايه سيرتيفايد، وانا هروح شركه خربانه تولع انا هخش امبلمنتيشن وهعمل. مفيش حاجه اسمها كده تاني، مفيش حاجه اسمها كده. يعني مش هتقدر، انت مش تقدر. ليه؟ لان الا بقى لو مشروع صغير او حاجه كلام فاضي، انا ما بتكلمش على كده، بتكلم مشروع محترم يعني. ومشروع محترم ما عندكش وقت، انت كبروجكت مانجر ما عندكش وقت نهائي لكده لتعمل. لا يبقى انت يبقى السيستم موجود وتعمله، يا اما تشتغل بقى بالطريقه البلدي. ما ايه هو الطريقه البلدي؟ ان الناس عندها ايه، قص ولزق. ما هم الشركات برضو يعني ما بتبقاش يا جماعه بادئه من الزيرو، بقى عندها شويه حاجات يعني، فالشركه بيبقى عندها شويه حاجات فبتشتغل بيها بقى وبتحاول ترتبها وتنظمها على قد ما تقدر، بس بتستراجل. عشان كده بروجكت مانجرز في المشاريع الكبيره لما بيكونش وراهم سيستم ديفلوبمنت او سيستم ديفلوب بيخدمهم بيتعبوا جدا، وبينجحوا المشاريع بصعوبه، ونجاحهم بيبقى يعني النجاح اللي حققه ده كان ممكن يحقق قده مرتين ثلاثه لو كان بيشتغل على حاجه متحضره له صح. يعني مش غلطته، مش عيبه خالص بصراحه، يعني الراجل مش عيبه، الراجل عمل كل اللي يقدر عليه في حدود اللي موجود، الامكانيات الموجوده، اللي هي السيستم ما كانش ديفلوب صح، كان شويه حاجات من اللي موجوده في بعض الشركات كده، حته من هنا على حته من هنا، قص من هنا على لزق من هنا، على فكره من هنا على طريقه من هنا. يعني اللي هو مش عايز اقول عكه قوي، لان فيها حاجات بتبقى برضه محترم معتبره، لكن في الاخر كتوتال كده بيبقى مش كلام ينفع يتبني عليه مشاريع ضخمة بنتائج كويسة. طبعا أنا عايز برضو أقول لكم على، بس مش دلوقتي يعني، فكروني بقول لكم على مجموعة من الإحصائيات، لأن أنت ممكن تكون برضو شايف الـ KPIs غلط، ودي برضو مدياك دايفيرجن أو مدياك حيود عن الـ عن الـ عن الكلام المهم. يعني إيه؟ يعني في ناس كتير جدا تقول له وأنا المشروع بينجح إزاي؟ يقول لي يا عم المشروع يعني خلص في الوقت ومش عارف within the budget ومش عارف ايه، يبقى انت كده نجحت وزي الفل. لا مفيش حاجه اسمها كده، الكي بي ايز بتبقى ادق من كده يا جماعه. يعني هديك مثال، انا ممكن في مشروع، وهديك مثال حقيقي، هديك مثال لقصه حقيقيه، مشروع البادجت بتاعه ده حقيقه، ومثال هديكه بالارقام بالاسماء بكل حاجه، مشروع يكون اتعمل بميزانيه، بص بقى الرقم اللي انا هقول لك، خد بميزانيه باكشوال كوست، قصدي عدى الميزانيه ثلاث مرات، يا نهار ابيض، مش 5% و10% و20، لا 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 ثلاث مرات. يعني المشروع كان محطوط له ميزانيه مثلا 100 مليون، مش خلص ب 110، ده خلص ب 300 مليون، يا نهار ابيض. هاتوا بقى البروجكت مانجر ده واعدموه،
لا ايه رايك بقى البروجكت مانجر ده خد كريستال اوورد من الشركه، مكافاه قيمه جدا وتكرم على مستوى الشركه. ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ ازاي؟ اه يمكن في فاريه. لا لا هو نفس المشروع بنفس السكوب بنفس كل حاجه. لا لا في حاجه غلط، لا مفيش حاجه غلط. طب ايه اللي حصل؟ احكي لكم القصه بسرعه جدا عشان دي هتوريك يعني ايه كي بي ايز، ويعني ايه بيرفورمانس، ويعني ايه لما يكون في سيستم ديفلوبد كويس ممكن يخدمك وممكن يطلع نتائج، مش مجرد ان انت تقول ده اقل وده اكتر وده. ف طب خلي القصه دي معلش شويه عشان انا يعني مش عايز الوقت يضيع في القصص، بس خليني احكي لكم القصه دي واحكي لكم قصه تانية بعد شويه بس في سياقها يعني، او في سياق اكتر من كده. المهم في الاخر عايز اقول لكم يا جماعه ان لو انت ما عندكش سيستم ديفلوبد كويس في المؤسسه وبدات على طول تروح شركه وتبدا تنفذ مشروع كبروجكت مانجر وانت ما عندكش اساس ديفلوب اللي هو سيستم ديفلوب ميثودولوجي ديفلوب قويه، ممكن تطلع نتائج سيئه جدا، والنتائج دي معناها فلوس كتيره جدا. يعني الامثله اللي هديها لكم ملايين، والله يا جماعه ملايين ملايين بتهدر بالذات المشاريع الكبيره بسبب شويه كلام فاضي زي اللي انا بقولهم دول. طيب احيانا بقى لما بتعمل الديفلوبمنت وتيجي تعمل له امبلمنتيشن بتلاقي فيه صعوبه وبتلاقي فيه اهدار للوقت، وتلاقي فيه ممكن تقول لك يا عم ده ايه ده، ده الموضوع بدا يتقلب ضده، بدا الكلام ده عشان يتنفذ بيخسرنا بيعمل ويست، يبقى انت برضو مش فاهم مانجمنت تاني. لان برضو الحته دي زي الكواليتي كده، لما بقعد اشرح الكواليتي للناس اقول لهم يا جماعه كل علوم المانجمنت هي عباره عن بالونه، لو دوستها من حته هتطلع من الحته التانيه، فلازم تعمل بالانس والا تضرب منك. يعني ما حدش يختلف ان الكواليتي كويس، لكن لو عملت الكواليتي زياده عن اللزوم انت خسرت الشركه وخسرت المشروع. الله انت كنت تقول لك الكواليتي ده اه طبعا وعلم ولازم، بس ليه معايير وليه اصول وليه وزن معين بالمسطره بميزان الذهب، لازم توزن انت هتنفولف قد ايه وهتبدا تطبق الكلام ده لاي مرحله وتطلع كي بي ايز عشان تقدر في الاخر ما يبقاش الموضوع ويست للتايم والمجهود والفلوس. تمام؟ نفس الكلام هنا. فاحيانا تلاقي نفسك بقى ايه وانت بتعمل امبلمنتيشن، لا ده في ويست كبير بيحصل. الله طب نعمل ايه؟ قال لك هنا بقى يخش دور الاوتوميشن. الاوتوميشن ملاليم بتدفع في الاوتوميشن بتديك نتائج عظيمه عظيمه لو انت يعني لو تدرون يعني. الاوتوميشن بقى بيسرع، يعني بدل ما خمسه بيعملوا الحاجه لا ده واحد هيعملها، لان الاوتوميشن بيخلي الكمبيوتر بالاليات بتاعته بامكانياته خلاص بقى بيشيل عنك كتير جدا جدا. وموضوع الاوتوميشن اتطور جدا، وبعدين بدات تخش فيه حاجات يا جماعه لازم تبداوا تعرفوها، حاجات بدات تتطور جدا في مجال الاوتوميشن، وبداوا يدخلوا الاي اي مثلا الارتفيشال انتليجنس، فبدات المواضيع يطلع فيها يعني فعلا يعني توفر عماله كتيره جدا وموظفين كتير جدا لو عملت اوتوميشن مظبوط. وبالتالي شوف انت لو وفرت بس موظف واحد بياخد مثلا 10 ولا وات ايفر في الشهر ولا 20 ولا حسب العمله طبعا بتاعتك، فشوف قد ايه ممكن توفر لكل موظف بحيث ان انت في الاخر هيقدر ياثر في البروفيت بتاع الشركه او بروفيت على المشروع عن طريق ان انت تعمل اوتوميشن مظبوط. فالاوتوميشن هو ان انت بقى تبدا تعمل بروجرامينج وتبدا تعمل سوفت ويرز وتبدا تستخدم تولز تسهل لك الكلام ده. تمام انا عارف ان انا عدت وزدت كتير قوي لبعضكم يعني، لكن معلش انا عايز بس اثبت الكونسبت ده عندنا، يعني ايه ميثودولوجي ويعني ايه ستيجز للميثودولوجي. تمام طيب خلاص انا مش عايز بعيد ده تاني لان شكله كده زهقتوا من الموضوع ده جدا. هقول لكم بقى قبل ما ابدا اكمل اخش في موضوع البلانينج. تمام اللي عايز اقوله ايه دلوقتي يا جماعه، ان خلاص انا بعد شويه هقفل او هنبدا نفتح عارف في صدى صوت جامد قوي اه كده راح. بعد شويه افتح المجال الاسئله فهحكي لكم القصه اللي كنت عايز اقول لكم عليها عشان المره الجايه ان شاء الله هنبدا نجاوب بقى على القصص ديت بطريقه عمليه. اول قصه
حقيقية حصلت. القصة ديت حصلت في أحد المشاريع، كانوا بيبنوا مصنع، تمام؟ قصة حقيقية، وأنا كنت يعني يعني عصرت الكلام ده وكنت انفولفد فيه يعني. يعني المهم كانوا بيبنوا مصنع، والمصنع ده مفروض كان يخلص سنة 2013. المصنع ده كان ب 1.3 بليون دولار، اضرب بقى في لو في مصر اضرب في 16 ولا مش عارف كام، تخيل الرقم. طيب المصنع ده كان المفروض يخلص 2013، فجم في اول 2000 اخر 2013، جم في اول 2013 وبدأ يقولوا يا جماعة المصنع ده اخر السنة هيخلص. قالوا تمام، اكد لي يا ابني فين البرنامج الزمني، فتح الخينة البلانر ولا البلاننج انجينير ولا تيفر، فتح البرنامج الزمني. اه يا سي او يا صاحب الشركة، ويا يا هنخلص اخر السنة. طب جميل يا ابني، طب ما احنا اخر سنة المصنع هيخلص يا جماعة، عايزين الناس اللي هتعمل اوبريشن للمصنع، طبعا مصنع ضخم ويطلع منتجات ضخمة جدا وهي يعني حاجة كبيرة. طيب احنا نبدأ نعمل كامبين عشان نبدأ نعين الموظفين اللي هيعملوا اوبريشن. طيب يا عم، بدأت الناس ايه مشكورة تشتغل بتاع ريكروتمنت، بدأوا يعينوا ناس وموظفين واوبريشنال مانجر ومينتنس مانجر وي 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 للمصنع، عشان بعد ما يخلص اخر السنة يكون الموظفين جاهزين، الستاف بتاع الاوبريشن جاهز شغل المصنع. طيب الناس دول بدأوا يجوا واحد واحد كده، ما مش هيقدروا يجيبوهم كلهم في يوم واحد، يجيبوهم شوية شوية ويدوهم طبعا مرتبات. طب يا عم هم بيشتغلوش؟ ايوه يا عم، انا خلاص بحضرهم برتبهم، بس لازم يجوا عشان مش مشكلة، ما المصنع ان شاء الله هيشتغل وهيعوضنا كل الكلام ده، جميل مفيش مشكلة. بدأت الناس دي تيجي، بدأت الناس ديت توصل لمرحلة ان هم تقريبا 90% من الستاف بتاع الاوبريشن اتعين، بدأت الناس دي تاخد المرتبات بتاعتها. المرتبات دي كانت رقم يخض، بس مش مشكلة، ما احنا عندنا انتاج وعندنا ريفينيو وهيطلع كل الكلام ده يعدي خلاص، مش مشكلة ماشي يعني، بس رقم كبير. طيب مفيش مشكلة، ما احنا نشتغل، هنعمل ايه يعني؟ لا ما هو كده صح. طيب حلو، قعدوا الناس يدفعوا مرتبات لغاية ما جه شهر 12 2013، يلا يا معلم بقى سلمونا المصنع عشان نبدأ نشتغل. راح المدرج المصنع، ايه المصنع لسه ما خلص، يا نهار ابيض ما خلص ازاي؟ ما خلص يعني معلش اتاخر. طب هيخلص امتى؟ يلا ان شاء الله كمان 3 شهور. طب يا عم معلش، طب الناس اللي احنا جايبينهم دول قاعدين يلعبوا سوليتير وقاعدين يلعبوا مش عارف الالعاب اللي هي بتاعت الموبايل دي، طب ما هنعمل ايه؟ معلش طيب 3 شهور. قعدنا او قعدوا يعني 3 شهور، خلص يا عم، يلا يا عم لسه هيخلص كمان شهرين. يا نهارك ابيض، راحوا الراجل ممشي البروجكت مانجر، كارثه، جاب بروجكت مانجر تاني. البروجكت مانجر التاني ده اللي جه قالوا له بص يا عم، احنا عايزين المشروع ده يخلص، ده احنا كنا المفروض نخلصه من 6 شهور فاتت. قال لهم حاضر هخلصه لكم، تخلصوا لنا في قد ايه؟ في 3 شهور. طب ماشي، تقولوا 3 شهور، عدت 3 شهور، واللي خلي بالك كل ده قاعدين يدفعوا اوبريشنال كوست للاوبريشنال تيم، والمصنع ما بيدخلش فلوس وخساير وبلاوي، كارثه، ملايين بقى قاعده تصرف، ملايين مش الافات يا جماعه والله، ملايين. ده الكلام ده كلام حقيقي والاسماء وبالارقام وكل حاجه. المهم راحت بعد الثلاث شهور، يا عم فين يا عم ما خلص، راحوا مفنشين الراجل ده تاني. هم بقى خلاص بقوا بانك جدا، الاداره والمجلس الاداره واصحاب الشركه طيب راحوا جايبين بروجكت مانجر تاني. قالوا بس استنى بقى، احنا ايه قبل ما يبدا يشتغل نساله، قول له يا عم بص كده، روح شوف لنا الدنيا كده عامله ايه وقول لنا هل الـ بتاع ده يقدر يخلص 3 شهور، عشان قبل ما يخش في اي حاجه. الراجل راح بص على الشغل، جه قال لهم يا جماعه لا، الموضوع ده مش هينفع يخلص 3 شهور. يا نهار ابيض، طب راحوا مفنشينه قبل ما يشتغل اصلا، يبقى انت بقى ما تفهمش كلام، والله قصه حقيقيه يا جماعه، يعني ممكن اكون بزود كده عشان بس تبقى القصه ليها شكل، بس هي فعلا قصه حقيقيه بالتفصيل بتاعها. المهم رحت انا بقى اشتري المشروع ده، انا كنت انفولف فيه بقى من النقطه دي، رحت انا المشروع دوت جابوني فيه. وليد حكوا لي القصه اللي انا حكيتها لكم ديت باختصار يعني، حكوا لي هم بالتفصيل. يلا يا وليد ايه رايك
المشروع. فالشباب هناك قالوا لي خلي بالك، قالوا لي لو قلت لهم المشروع هيخلص في 3 شهور هيخلص مش هيخلص، وهيروحوا مفنشينك، ولو قلت لهم المشروع مش هيخلص مش هيشغلوك اصلا، فانت ايه شوف هتقول لهم ايه. قلت لهم يعني طبعا انا يعني من غير ما يقول لي كده انا كنت عارف هقول ايه، ما كنتش عارف، كنت عارف ان انا ولا هقول ده ولا هقول ده. هو الصح ايه بقى؟ الصح ان شاء الله نبقى نتكلم فيه بعدين، بس ايه المشكله؟ سيبك بقى من الصح ايه، وان شاء الله الحمد لله المشروع ده انا روحته والحمد لله خلص واشتغل المصنع و... لكن انا عايز اقوله هنا ايه بعد ان شاء الله، ان الاول قبل ما اقول لكم الحلول والحاجات عايز اقول لكم هو ايه المشكله. عارفين ايه المشكله؟ من ضمن المشاكل اللي هي حاجه صغيره جدا ب 3 مليم كانت وفرت ملايين الدولارات. اقول لكم في حاجه ما حصلتش في اول مره لما سالوا، وما بتحصلش على فكره في معظم المشاريع للاسف، يعني لما سالوا اول مره وقالوا يا جماعه المشروع هيخلص امتى، واحد يقول لك ايه ده، ما قالوا له، قال لهم، قالوا فتحوا البرنامج الزمني وقالوا له المشروع هيخلص اخر 2013. ايوه، لا لو انت بقى عندك نوليدج، عندك العلم، عندك اللي انا بقول عليه بقى الكلام ده، في سؤال تاني لازم يتسال في المشاريع اللي زي كده. ايه السؤال ده؟ السؤال هو ايه؟ هو نسبة احتمال ان المشروع يخلص، لو انا السي او يعني هقول لهم هو نسبة احتمال المشروع ده يخلص في 2013 كام في المية؟ وما تضربليش رقم، ده ليها طريقة علمية لحسابها، طريقة بيسموها المونت كارلو اناليسيس، علم اسمه المونت كارلو اناليسيس، وان شاء الله ابقى اشرحه لكم، لانه ده يعني مش سهل ان انت يعني، او مش سهل حد يشرحه لك يعني، انا اعرف اشرحه لك ازاي ان شاء الله بكل سهولة يعني. فعلم المونت كارلو اناليسيس ده علم وليه برامج وليه سوفت ويرز وليه وليه، يقدر يديك المعلومه الغريبه الجميله ديت بملاليم، وكانت وفرت ملايين. ان هو هيقول لك، كان هيقول لك ايه بقى لما انا عملت التحليل ده بقى، لما رحت بعد فوات الاوان طبعا، مش كده بقول لك ان انت لما تاخدش الاكشن في الوقت المناسب بيكون ذا ترين ليفت ذا ستيشن، او العلاج بيبقى غالي قوي قوي قوي. فهنا العلاج كان غالي لانه خلاص الوقت فات. فلو جينا بقى بنراجع، قلت لهم يا جماعه لو كنت جبتوني في 2013 كنت عملت لكم الاكسرسايز ده اللي انا عملته ساعتها، بس بالمعلومات بنراجع، المعلومات طلعت لي ان نسبه احتمال ان المشروع يخلص في اخر 2013 0%، 0%، يعني المشروع ده عمره ما يخلص في 2013. يبقى ازاي انا ابني واجيب اوبريشن وعلى على معلومات احتمال حدوثها 0%؟ مستحيل. تمام، وبالتالي لازم اعمل مونت كارلو اناليسيس المشاريع دي واطلع نسبه الاحتمال بتاعه حدوث الحدث بطريقه طبعا زي ما قلت لكم علميه. حلو، فاذا ده العلم بقى، ده ازاي بتسخر اللي احنا بنقوله ده في ان انت تاخد بيه دايركشنز، ان انت تعمل بيه اكشنز، ان انت تعمل بيه كوركتيف اكشن، تعمل بيه بريفنتيف اكشن. هو ده المدير، هو ده المانجر. شكرا، انا هقف لغايه كده النهارده، ونفتح باب الاسئله عشان انا عارف الوقت دلوقتي متاخر عند بعضكم جدا. شكرا. شكرا حضرتك يا باشمهندس سليم، ده بشكر حضرتك ومحاضرة رائعة. اللي عنده سؤال بس يعمل رايس هاند والمهندس سليم ده هيجاوب معايا، واللينك اهوت بتاع تسجيل الحضور لو حد عايز يعمله. اتفضل يا باشمهندس احمد. السلام عليكم، واضح الصوت؟ تمام. يلا، السلام عليكم باشمهندس، الله يعطيك الف عافية، يا رب مرة ثانية استمتعنا بهالأمسية الجميلة معك، الله يجزيك الخير يا رب. الله يخليك. طيب، يعني شرح كثير كويس وبين لنا من ناحية عملية مثل ما تفضلت حضرتك، شاهد واحد ما أخذ كورسات حضر سيمينار ما بهالمستوى أو بهالإدراك بيقدر بياخذ المعلومة، جزاك الله خير. طيب هلا أنا عندي سؤال، وسؤالي لو بدي أرجع خليني أقول ستيبس أو ستيج لورا بالميثودولوجي. تمام. بدي اربط من وجهه نظرك العمليه او خبرتك البوليسز تبع المؤسسه، يعني شلون خرجي اربط انا بناحيه عمليه سياسات المؤسسه بالميثودولوجي اللي انا بدي طالعه، ايش التولز اللي عندك، شلون عمليه الربط، تقدر هيك تفيدنا بهالنجاح؟ حلو جدا، حلو جدا السؤال ده، ممتاز ما شاء الله، انت كده فاهم الموضوع جدا يعني. من ضمن مهام البروجكت مانجرز الشاطر ان هو يربط طريقه ادارته للمشروع بسياسات المؤسسه بتاعته. تمام، المؤسسه بتبقى عندها بوليسز، عندها فيجن، عندها ميشن،
والبروجكت مانجر هو حلقه الوصل اللي بياخد الكلام ده وينقله عنده في المشروع. تمام. فمن ضمن الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها كتولز في السوات اناليسيس الله نشرحه اللي هو ندرس فيه السترينث والويكنس والاوبورتونيتي والثريت، يعني ده من جزء برضو بيبقى في الريسك ان شاء الله يعني اللي بتاخد بيه الكلام ده وتبدا تنقله. طب انا برضو بحب ابسط للناس اللي معانا اللي هم يمكن مش يعني لسه بيبداوا في المواضيع او جداد يعني في علم الكلام ده. هقول لك مثال بسيط جدا. كان في بسرعه كده احد البروجكت مانجرز شاطرين جدا في مجال الكونستراكشن جدا اسم يعني. الراجل ده راح اشتغل في شركه اتفنش بعد شهر ونص على طول، مع انه اسم كبير جدا اللي هو يعني راح اشتغل كونستراكشن مانجر وهو اسم يعني. فالناس كانت مستغربه جدا. الاجابه كانت ببساطه ان هو انت مثلا كنت كونستراكشن مانجر شطارتك ازاي تضغط على المقاول ده وتكاش فلو تظبطه بالشكل ده وما تدفعش السب كونتراكتور ده دلوقتي وتاخر على ده. الراجل ده راح اشتغل في مؤسسه خيريه بيعمل مشاريع لمؤسسه خيريه، فلما بدا يعمل الكلام ده في المؤسسه الخيريه، المؤسسه الخيريه طبعا على طول فنشته على طول، قالت لك انا ابيض ده لو الناس اللي بيدونا التبرعات عرفوا ان احنا بناخر للمقاولين وبناكل او مش بناكل يعني اللي هو شغل الشغل بتاع المقاولات كونستراكشن ده كارثه، فراحوا مفنشينه على طول. فده مثال اللي حضرتك بتقوله بالظبط، انه ما قدرش الاين الكمباني بوليسز اند بروسيس اند فيجن اند ميشن مع الشغل اللي هو بيعمله. ففي ان شاء الله تولز زي السوات اناليسز تبدا تتحط عشان تعمل الالاينمنت ده بشكل قوي. شكرا يا سيدي، بارك عفوا. مهندس عمر مين اللي بعد؟ دكتور ابراهيم. اتفضل دكتور ابراهيم. السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك فيك يا رب. معلش هو السؤال يعني برضه استكمال للباشمهندس الاخير دوت. يعني على سبيل المثال انا كبروجكت دايركتور في المشاريع عندنا الاستراتيجي والميجا بروجكت يعني اللي مور مليون بليونز يعني مش مليون مور بليونز مع الكلام بتاعك. تمام. دلوقتي على سبيل المثال انا ببقى العقد بتاعي فيدك، وانت عارف الفيدك ما شاء الله يعني ما يحتاج يعني كل اللي ساعتك اتكلمته ريدي انفولف فيه ويعني كل الكونسترينز بتاعته موجوده. بس في عندي يعني انا يعني هنا انا موجود في السعوديه على فكره وشغل في السعوديه. تمام. وكل شغلي مع الشركات الاجنبيه والجهات الحكوميه يعني الهاي كلاس شويه بقبل ساعتك. فبعض الشركات اللي انا اشتغلت فيها اكس زي بن لادن والسيف وشركات بكين والناس الكبار دول اللي حضرتك تسمع عنهم، جيت انا نتيجه الظروف المحيطه يعني اشتغلت بشكل يعني نتيجه الظروف الاقتصاديه في السنتين الثلاثه الاخر مع شركات يعني اقل من المتوسط بكتير. تمام. طبعا اقل من المتوسط ما هيش معترفه بالبوليسي اللي احنا شغالين بيها واللي ساعتك عمال تشرحها وانا اوريدي مانج عليها وانا يعني شغلي كله يعني بي ام بي بيها وبي ام او فيها. تمام. فأنا في المشروع كان كل الاستراتيجية بتاعتي ان انا اطبق الفيدك كله واطبق شغل انا كراجل بروجكت دايركتور في المشروع بكل الصلاحيات بتاعتي كاملة. تمام. بس اللي كان بيعقني زياد من ضمن المساوئ بتاعت الشركات انا بس بعمل هايلايت عليها مش سؤال، بعمل هايلايت الزملاء او الحضور. تمام. ان مهما كانت انت ماشي على يعني كونتراكت في الاول بينك وبين كلاين بينك وبين الاستشاري بتبقى بورسيد للكواليتي كلها بالريسك بالكنترول بالمونيتور بالكلوز اوت بتاع المشروع بكل البروسيس بتاعتك كلها كامله وتعمل هاندنج اوفر توتالي 100%. لكن ان المؤسسه اللي انت شغال فيها او الشركه اللي انا شغال فيها على سبيل المثال يعني للاسف ضعيفه من الناحيه الفنيه دي جدا او الاداريه او الاستراتيجيه ضعيفه. تمام. كان بيحصل تصادم بيني وبينهم كتير على الرغم الحمد لله بفضل الله نجحت المشاريع اللي كانت معايا وهم اعترفوا بيها في الاخر ان انا شغال صح، لكن لحد الان ما همش معترفين بالسياسه اللي انا ماشي بيها وده للاسف يعيقك وده ما يعني ما يخليكش تحقق التارجت او المطلوب صح يعني للاسف يعني. مظبوط ساعات ده بالظبط. فيعني للاسف يعني الوعي انا بقول كلمه الوعي عند بعض الشركات زي ما الباشمهندس اللي بدا عمليه البوليسي بتاعت كل شركه او مؤسسه انها بتبقى لها يعني فيجنز معينه ورولز معينه وكونسبت وتارجت والكلام ده كله. هو في عندها تارجت كناحية تانية غير اللي انت عاوز تحققها وراجل توصل بان انت بتبقى ناجح في مشاريعك. انا قلت لهم انا في الاول والاخر يعني تنجحوا معايا يا اما انا ما بمشيش في فشلكم، عاوزين تكملوا معايا في الطريق النجاح بنكمل مع بعض، لكن لو انتوا عاوزين تفشلوني لا انا سلام عليكم وشكرا بكمل في الطريق تاني عشان انجح. انا مش جاي عشان افشل معاكم، يا اما تنجحوا وانجحكم معايا يا اما انا بسلام عليكم وبمشي.
فالفكرة ان انت لازم تكون متمسك بالصح اللي انت شغال عليه ما يهمكش. متفق معك تماما تماما. يعني اول حاجة الرزق بيد ربنا ونعمة بالله في الاول والاخر تمام. وكلنا فضل الله تعالى ربنا الرزاق ذو القوة المتين. لكن الفكرة ان احنا كنا ناس مهندسين والكلمة دي حطوا تحتها خط كتير. بس عادتك راجل دكتور في مجالك مهندس في مجالك وتبر البوزيشنز بتاعك ان انت الكلمة دي لها ثقل كبير عند الناس اللي بتحس بمعناها وتعبها على مدى السنين وعلى مدى الريسيرشز اللي بتعملها والوركشوب اللي بتحضرها والكورس اللي بتاخدها. يعني انت ما انت ما دماغك دي مش سهلة. دماغك دي زي ما انت سعادتك كده في مجالك ما شاء الله عليك ربنا يزيدك وبارك فيك. يعني ان انت لازم تبقى متميز صح. ما تخليش حد يسيطر على قرارك حتى لو هيجي على اكل عيشك. انا كلمة بقولها الوجه لا تعالى حتى لو اكل عيشك لانك في الاول والاخر انت بتمشي ضد الصح. تمام شكرا. بس كلمة يعني كلمة مشكور جزيلا جدا. محاضرة ممتازة جدا وما شاء الله عليك. يعني ما احتاج ما شاء الله ربنا يزيدك شكرا. شكرا شكرا لذا كنا خارنا بسكر مش هندسة اسراء طب استاذنكم بعد السؤال مش اسراء هناخد كده لقطة كده سريعة فلو حد عايز يفتح الكاميرا ان شاء الله فضل مش هندسة اسراء. شكرا لحضرتكم على المحاضرة القيمة. شكرا لك أستاذ وليد. بس كان في عندي سؤال. هلا نحن حكينا أنه development جزء وبروجكت مانجر بيجي مثلا على التنفيذ. هلا أنا وقت بيجي بلاقي بروسيجر والKPI والريبورتس كبروجكت مانجر قادر أعمل تيلورينج لهدول المعطيات ليتماشوا أكثر مع مشروعي. بالأخير كل مشروع يونيك في إله خاصية معينة. ممكن أنا بحس الريبورتس النموذج الموجود ما بيخدمني في المشروع أو لازم تعديل لأعطي النتيجة المرجوة للسي او أو الكي بي آي هي تكون متوسعة. أنا بدي خصص أكثر لمشروعي لتمشي وقت التنفيذ. فأنا قادر على هذا الشيء ولا لا هي ملزمة بالشركة أنا ما بقدر أعدل عليها. بس هذا سؤالي شكرا لحضرتك. عفوا كل المنهجيات متفقة مع حضرتك. يعني حضرتك بتقولي كل اللي مكتوب في المنهجيات كل المنهجيات حطت أول بروسس أول بروسس في الامبليمنتيشن هي البلان. يعني مثلا لما تيجي تخش البي ام اي ميثودولوجي تلاقي مثلا يقول لك بلان ريسك مانجمنت بلان سكادجول مانجمنت بلان. ففي مرحلة البلانينج من حقك لأن انت في البلان هي بلان بتخططي فمن حقك ان انت تعملي تيلرينج للحاجات اللي موجودة بحيث تبقى يونيك للمشروع طبعا تمام. لكن لازم ده يتم عن طريق لو فيها تشينجز عن اللي موجود لازم يتم عن طريق حاجه بيسميها الام او سي او المانجمنت اوف تشينج. يعني عشان بس مش كل واحد يغير لا يعني نشوف التغيير ده بيمر بسرعه كده بسايكل كده سريعه بتبدا السايكل دي ترفلكت التغييرات ديت عشان بعد كده المجهود اللي انت هتعمليه في التيلرينج ده ما يروحش هدر او ما يروحش بس لمشروعك ويبقى احنا برضو عملنا شويه ويست. لا عشان يتخدم في اي نوع من انواع المشاريع اللي بنفس المضمون. لكن مظبوط جدا طبعا. شكرا شكرا سليد. احنا ان شاء الله بس هناخد صوره كده للذكرى وان شاء الله المحاضره الجايه هنعلن عنها برضو. المحاضره الثالثه والرابعه موجود المواعيد بتاعتهم ورابط الزوم على صفحه بيم اريبيا تمام. طيب أستاذان قصة بشان سيدة هنلغي الشير وبعد كده نشوف كل واحد يفتح الكاميرا وحضرتك طبعا أول واحد عشان أنا للأسف الديسك توب ما فيهوش كاميرا فإن شاء الله المرة جاية حضر طيب حضرتك ممكن بس تلغي الشير؟ آه طبعا الله يكرم شانس شكرا هتلغي خلاص آه تمام بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اتمنى بس حضرتك تملوا الفورم عشان ان شاء الله الشهادات في الاخر هتصدر وجزاكم الله كل خير.
وان شاء الله مهندس محمد صبحي بيقول محاضره اكثر من رائعه، رابط كل مبادئ الاداره الاحترافيه بطريقه شيقه وسلسه. جزاكم الله خيرا دكتور وليد وكل القائمين على نجاح المبادره، ان شاء الله يا رب ينفع بيها. وان شاء الله يعني مش فكره شهاده بس، فكره ان انت حضرتك تطبقها في حياتك العمليه وترتيب للافكار وترتيب لكل حاجه زي ما باشمهندس وليد بيقول. شكرا. تمام، انا هقفل ان شاء الله خلال دقيقه يكون الناس فتحت اللينك ومالت اللي مطلوب يعني ان شاء الله. جزاكم الله كل خير، الف شكر حضرتك، السلام عليكم. شكرا باشمهندس، سلام عليكم.